أود أولا أن أعطي الميكروفون للأستاذ رمضان. الأستاذ طاهر مع الأسف أرسل إلي رسالة وقال إنه عنده بعض الظروف وسيتأخر الليلة قليلا، فسأعطي الميكروفون الآن للأستاذ رمضان ليرحب بالسادة المتدربين. تفضل أستاذ رمضان. اليوم يعني حتى يأتي الأستاذ رمضان والأستاذ طاهر، اليوم إن شاء الله سيكون كالتالي. أولا إن شاء الله هناك بعض الأساتذة والأستاذات الفاضلات الذي يود أن يعرض تكليفه الذي لم يعرضه في المرة السابقة، سنبدأ بذلك إن شاء الله. وبعد ذلك ستكون هناك مشاركات من السادة المتدربين والمتدربات، ثم بعد ذلك التساؤلات المفتوحة، يعني من كان عنده أي تساؤل سيتفضل به مشكورا، ثم ختام اللقاء. وبعد الختام إن شاء الله طبعا يوجد اختبار، سنحدد موعد الاختبار إن شاء الله في نهاية الليلة. وأخيرا التدريب العملي كيف سيكون وكيف الترتيب له إن شاء الله، فهذا سيكون في آخر اللقاء اليوم. في الحقيقة نحن نتواصل مع الأستاذ رمضان. ها أنا وصل دخلت الأستاذ الآن رمضان الحمد لله. جزاك الله. تفضل أستاذ رمضان. يعني أنا بدأت بالمقدمة وقلت لهم الآن الأستاذ رمضان سيرحب بكم، وبحثنا عن الأستاذ رمضان كثيرا ولكننا لم نجد. تفضل أستاذ لا رمضان. أكرمكم الله وأعزكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ختام هذه الدورة، طبعا التي لا نريدها أن تكون ختاما ولكن نريدها أن تكون بداية إن شاء الله رب العالمين. كما اتفقنا هذا الصوت واضح لديكم؟ نعم واضح جدا أستاذ رمضان. أكرمكم الله. طبعا في البداية لا ننسى أن نشكر المؤسستين الكريمتين، مؤسسة أريب وأكاديمية هل، على تقديم هذه الخدمة المميزة في الحقيقة التي وجدناها طوال البرنامج. كذلك لا أنسى أن أشكر زملائي الأعزاء، الأستاذة داليا والأستاذ كريم والأستاذ عبد العزيز والأستاذة جهاد، ويعني كل من قام على هذا البرنامج. والشكر الكبير جدا 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 لأساتذتي وأستاذاتي المتدربين، الذين في الحقيقة أنا وجدت منهم يعني دافعا قويا نحو أن يتقدموا وأن يتطوروا. وما قدموه في الحقيقة، ما قدمتوه، هذا ما أثلج صدورنا ويعني وجعلنا نطمئن أنه إن شاء الله رب العالمين في المستقبل سيكون هناك كوادر قوية جدا جدا في هذا المجال إن شاء الله رب العالمين. فقط هذا كل ما لدي، ولا أريد أن أسحب البساطة من تحت أقدامكم اليوم، فاليوم هو يومكم، أنتم من سيقدم وأنتم من سيقترح وأنتم من سيقيم المبادرة، ونحن فقط اليوم نحن سنستمع، فأنتم اليوم أنتم المدربون ونحن المتدربون. حسنا أستاذ كريم. بالنسبة لي أنا ليس عندي مانع أبدا يا أستاذ رمضان، يعني كالعادة أنا دائما أرحب بمشاركات الإخوة والأخوات، ولكن هذا دورهم كما تكرمت، العرس عرسهم الليلة. نعم بالضبط بالضبط، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون فعلا يعني قد أسهمنا في أن نفتح بعض الآفاق أمامكم. فهذه الدورة في الحقيقة هي مفتاح فقط، ليست هي نهاية المطاف وإنما هي بداية المطاف. فهذه بداية يعني مشوار 1000 ميل، وهذه هي الخطوة الأولى. فطبعا لا نركن إلى برنامج واحد قدم وأنا حضرته، أو قرأت كتابا واحدا، أو حصلت على دورة في مكان ما. لا لا لا، نحن كل يوم نتابع الجديد، نطور أنفسنا باستمرار، والأهم من ذلك أن ننزل بما تعلمناه إلى أرض الواقع. إن استطعنا أن نوظف هذا عمليا فعلا وأن نجعل هذا في عمل حقيقي، فطبعا يعني هذا يكون أفضل. وجربوا وقيسوا حالكم قبل التجربة، قبل البرنامج وبعد البرنامج، هل فعلا هل استفدتم؟ هل حدث لديكم تطور معين؟ هل استطعنا أن نضع أيديكم على نقطة
ربما كانت غائبة عن البعض، وقيموا أنفسكم باستمرار قبل البرنامج وبعد البرنامج، حتى قبل الدرس الواحد قيموا أنفسكم قبل الدرس وبعد الدرس، إلى أين وصلتم، وهل أنتم راضون عن أدائكم أم في المرة القادمة سيكون الأداء أفضل. هذا هو يعني ما نطلبه جميعا، وهذا بالفعل حتى اليوم نحن نفعله، يعني منذ البداية حتى النهاية تقريبا. أنا بالنسبة لي قبل أن أدخل الدرس أكون قد جهزت نفسي وأعددت خطة معينة وسيناريو معين أنا سأستخدمه، وبعدما أنتهي يعني أنا أقيم هل فعلا أنا حققت هذا أو ما حققت، يعني ما الذي تفلت مني، طيب إن كررت هذا مرة أخرى كيف سأتجاوز المشكلة التي فعلا أنا قابلتها. وهذا فعلا يعني أفادني كثيرا جدا جدا في حياتي العملية، وهذه الخبرات نريد أن ننقلها معا لبعضنا البعض. فقط أنا أطلت عليكم سامحوني، ولكن فعلا يعني هذا من شدة إعجابي بأدائكم خلال هذا البرنامج. يعني فكما قلت أنتم مجموعة من أفضل المجموعات التدريبية التي قابلتها في حياتي في الحقيقة، من ناحية الهمة والاجتهاد والنشاط والمشاركات. فأترككم الآن لأستمع إليكم وإلى نصائحكم الغالية. ما شاء الله أستاذ رمضان، بارك الله فيك. في الحقيقة بعد هذا الإطراء وبعد هذا الكلام الجميل، يعني أنا لا أجد أبدا عذرا ولا سببا لأحد أن يشارك معنا اليوم إن شاء الله. يعني أرجو أن يشارك كل أحد معنا اليوم بإذن الله. أستاذ رمضان يشارك ويدلي رأيه ويقول رأيه، ما الاستفادة، ما حتى الاقتراحات، يعني الاقتراحات التي يمكن أن نفيد بها غيره في المستقبل. نعم، طيب إن شاء الله أستاذ رمضان. أولا عندنا ثلاث مشاركات، أستاذ دعاء، أستاذ حاتم، وأستاذ دعاء، وأستاذ ديانة. أولا يعني يقوم الأساتذة الأفاضل بعرض مشاركاتهم، وبعد ذلك ندخل مباشرة إلى التساؤلات. وهذه الفترة ستكون حرة للجميع يشارك فيها إن شاء الله صوتيا أو مشاركات كتابية أيضا إن شاء الله. فأستاذ حاتم تفضل. نعم، مشكور. ولكن نستأذنك فقط أنه تفضل. الذي سيقدم لا يزيد تقديمه بحال من الأحوال عن 10 دقائق. نعم يعني طبعا نحتاج الخطوط العريضة 10 دقائق، هذا هو الحد الأقصى، لأنه في الحقيقة اليوم هو ما كان يوما للعرض. نعم للأسف، نعم للأسف يا أستاذ رمضان، في درس الأستاذ الفاضل أستاذ طاهر يعني قدم عدد قليل جدا من الأساتذة، يعني ولما وجدنا حرصا منهم على التقديم في الفترة الأخيرة يعني لم نرغب في يعني إحزانهم، يعني فقبلنا العرض. نعم، فنلتمس منكم يعني أن لا يزيد العرض كما تكرم الأستاذ الفاضل أستاذ رمضان عن 10 دقائق. أستاذ حاتم إن كنت جاهزا فتوكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاتم مرحبا، أهلا وسهلا بك، حياكم الله. أولا أنا أعتذر يعني عن المحاضرتين اللتين لم أحضرهما، ولكن يعني الأولى يعني كانت قد ولدت زوجتي، أنا قلت الأستاذ كريم. الله أكبر، ما شاء الله. يعني إذا ما دعوتنا على النسيكة، على العقيقة، يعني إذا حقنا محفوظ يعني. والله على العين والرأس. أكرمك الله، بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. يعني جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. والله أحببتكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أحببتنا فيه. والله أنا لا أخفيكم يعني أنني استفدت كثيرا من الجميع، بادئ ببدء من الدورة السابقة، وخاصة من الأستاذ الفاضل الأستاذ دالي حسان. ما شاء الله. الله أكبر. في هذه الدورة يعني منكم جميعا الأساتذة الأفاضل ومن قاموا بالتقديم والعرض، وختامهم وهو ختام مسك الأستاذ كريم عدلي، بارك الله فيكم جميعا. الله كرمكم الله وأعرفك. أنا جاهز أستاذ، يعني تكليف القواعد جهزته، وتكليف أيضا القراءة والكتابة جاهز، فأيها يعني تريدون حتى يعني أعرضه؟ يعني أنت بالخيار، يعني كما تشاء، يعني فاختر أيهما وابدأ إن شاء الله رب العالمين.
يعني كنا نتمنى يعني لو كان عندنا متسع من الوقت يا أستاذ حاتم وعرضت الاثنتين، ولكن يعني للأسف لا يوجد وقت طويل، فاختر إحداهما وتوكل على الله. ابدأ إن شاء الله. يعني تحبون القواعد أم القراءة والكتابة؟ يعني الاثنين والله نحن مهمين. نحب أن نسمع صوتك. عندنا مثل بالعامية يقولون إذا بدك تحيره خيره. أيوة. الله المستعان. طيب، تريدون القواعد أم المنهاج الذي يعني أنا صنعته يعني؟ طيب إذا نفعل الاستفتاء للرأي يعني. طيب الأساتذة بسرعة نرجو من الأساتذة والأستاذات. نريد المنهاج، الكراسة الخاصة بك. نعم هكذا اثنين، نريد المنهاج، الكراسة الخاصة بك، منهاج. تمام. طيب، إيه إذا حتى الآن منهاج أو الكراسات الخاصة بك، تفضل يا أستاذ حاتم. إن شاء الله، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أولا، هذا المنهاج يعني أنا في سوريا عندما كنت في الداخل يعني كنت مشرفا على عدد من المعاهد، ويعني اضطررنا قبل أن يعني أعرف القاعدة النورانية، رأيت القاعدة البغدادية، وعندما ظهرت في بدايتها، تعرفون هي يعني مجهولة المؤلف وغير كاملة، فصنعت منهاجا بسيطا يناسب يعني بيئتنا وما شابه ذلك. لكن عندما جئت إلى هنا إلى تركيا، يعني قدمت طلبا لتدريس هذا المنهاج للطلاب العرب، فهذا المنهاج الذي سأعرضه يناسب الصغار والكبار، وكما تعلمون أنه يوجد فرق بين تعليم الصغار وتعليم الكبار. باختصار حتى لا أطيل، يعني المنهاج هو عبارة بشكل عام، أبدأ مع المتعلم من ما قبل الكتابة بالنسبة للقراءة والكتابة، حتى يستطيع أن يكتب موضوعاً صغيراً من 5 أسطر إلى 7 أسطر. وعندي أيضاً، باعتبار أنه هو اختصاصي يعني تعليم القرآن الكريم، أنا أبدأ بتعليم القرآن الكريم، أبدأ بمخارج الحروف ثم صفاتها ثم التجويد، وأثناء هذه العملية المتدرجة والأسلوب البسيط الذي أعلم فيه التجويد وهذه العلوم، أوجدت جدول الأصوات. طبعا هو كل عملي هذا هو امتداد إما للقاعدة البغدادية ومناهج أخرى يعني استقيتها منها وطورتها، وراعيت فيها الأمور النفسية للمتعلمين، وكلها يعني من خلال تعليمي أنا المباشر ومراقباتي، ومن خلال صعوبات التعلم التي أجدها أحاول أن أعالجها في الفترة الماضية مع المتعلمين. أما جدول الأصوات فهذا يعني يكون مع تعليم مخارج الحروف تحديداً، وأحياناً يطول بالأمر إلى صفات الحروف. منهاج القراءة والكتابة عبارة عن 3 كراريس، الكراسة الأولى وهي المستوى ألف، وهذه لا تناسب إلا الصغار، جعلتها قسمين. الآن إن شاء الله سأعرضها ولكن سأتكلم عنها بشكل كامل، هي لا تناسب الكبار. أما بالنسبة للكراسة باء والكراسة جيم، الكراسة باء قسمتها إلى قسمين، والكراسة جيم أيضا قسمتها إلى قسمين، يعني باء واحد باء اثنين، جيم واحد جيم اثنين. إن شاء الله الآن سترون يعني من خلال هذا العرض الإجمالي، وإن شاء الله سترون الآن عرض تفصيلي، لكن سأحاول أن أختصر قدر المستطاع.
جدول الأصوات عندي نموذجين، نموذج رتبته على الحروف الهجائية ونموذج رتبته على مخارج الحروف. هذه كراسة، الآن فقط وضعت المقدمات، وإذا كان هناك متسع من الوقت سأعرض شيئا منها. كراسة التدريبات ما قبل الكتابة، طبعا هذا الهدف من المنهاج كاملا اختصرته في أول كراسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإنه يجب على كل مسلم تعلم اللغة العربية حتى يستطيع قراءة القرآن والأذكار، ولكي يفهم معاني الآيات والأحاديث النبوية ويتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. إن اللغة العربية لغة جميلة، ونحن في هذه السلسلة نهدف إلى تعليمها بأسلوب سهل متدرج متكامل. طبعا أنا استخدمت في هذه الكراسات المنهج التسلسلي الآن كما تقرؤون، ولكن على الطالب أن يملك الاستعداد وأن يتابع الدراسة في هذا المنهاج المتسلسل حتى نهايته. فهذا المنهاج يحتاج إلى أن لا يكون هناك حرق للمراحل كما يسمونه، يعني الدروس يسير فيها المتعلم متدرجا على حسب المنهاج ولا يخرج عنه إلا في حالة هناك ضعف أو احتاج إلى تقويم أو ما شابه ذلك من هذه الأشياء. الهدف من هذا المنهاج تعلم القراءة والكتابة العربية وصولا إلى القدرة على كتابة موضوع صغير وقراءته بشكل متقن. قسمت هذا المنهاج إلى عشرة، هون خطأ، إلى عشر، لا صحيح، وحدات، وعلى ثلاث كراسات، وذلك حتى يشعر الطالب بأنه يقوم بإنجاز عندما ينهي كل كراسة، وحتى لا يتسرب إليه الملل، وحتى يتحقق هذا الهدف على المعلم أن يهتم بالتعزيز قبل وخلال وبعد تدريسه لهذه الكراسات، ويقوم بإعطاء الطالب شهادة تناسب كل كراسة ينهيها مع هدية. طبعا النماذج التي الثناء، أنا أول مرحلة أعطي الطالب ثناء، ثم أعطيه تقديرا، ثم امتيازا، ثم في نهاية الدراسة أعطيه بطاقة شرف يعني، وأستخدم يعني وسائل التعزيز المتنوعة في الصف، ولا أستعمل الضرب أبدا يعني. أما الكراسات فهي للقراءة والكتابة، الكراسة ألف وباء وجيم، والنحو كراسة النحو للمبتدئين، وأقترح أن تكون شهادات التعزيز على النحو الآتي: لمن أنهى الكراسة ألف أن يعطى شهادة ثناء، تقدير، امتياز، ثم في نهاية كراسة النحو بطاقة شرف، أو في نهاية الكراسة أو في نهاية الدورة إذا كان أراد المدرس أن يجعل دورة. وقد قسمت الوحدات بحسب الموضوعات التي يحتاجها من أراد تعلم القراءة والكتابة على النحو الآتي: الوحدة الأولى تدريبات ما قبل الكتابة، الوحدة الثانية الهمزة والباء مع الحركات، وهذه تكون مع الكراسة ألف. وهدفي من هذه، حتى أختصر يعني الوقت، أن يدرس الهمزة يعني يتعود على كتابتها بعد أن يكون مر بهذه المرحلة، هذه للصغار، ثم الباء مع الحركات، فلا يخرج عن هذين الحرفين أو لا يخرج عن الكراسة ألف الصغير حتى يتقن الحرف مع الحركات، وذلك تمهيدا لما بعده من الحروف. الوحدة الثالثة أسماء الحروف وأشكالها مع الحركات، وتحليل وتركيب بعض الكلمات. معذرة، أنا آسف جدا على المقاطعة أستاذ حاتم، ما شاء الله يعني يبدو أنك مثلا ما شاء الله أنت وضعت إطارا علميا وتربويا للمنهج بطريقة ميسرة ومبسطة، واتخذت فيها الخطوات يعني العلمية المناسبة، فقط أنا أظن الوقت سيسرقك ولن نصل إلى النماذج، وأظن أن الناس هم مشتاقون إلى النماذج أكثر يعني،
ندخل في، هل يمكن أن نقدم النموذج مباشرة؟ انتهيت هذه يعني، نعم هذه يعني هذا العرض السريع الكامل لها إن شاء الله. نعم. الوحدة الرابعة كلمات مع الحركات، الوحدة الخامسة الكلمات مع السكون، التفريق بين التاء المربوطة وبين التاء المفتوحة، الوحدة السادسة الكلمات مع المد، التفريق بين المد الطبيعي وبين مد اللين، الوحدة السابعة الكلمات مع التنوين، التفريق بين النون الساكنة وبين التنوين، الوحدة الثامنة الكلمات مع الشدة، التفريق بين اللام القمرية وبين اللام الشمسية، الوحدة التاسعة الجمل، الوحدة العاشرة النصوص وكتابة موضوعات صغيرة. الآن يعني هذه أنا جعلتها الآن مقدمات، سأعرضها بسرعة، مقدمات وتوجيهات للمعلمين. رأيت فيها الصعوبات التي ممكن أن تواجههم وكيفية تعليم الأولاد يعني، وكيفية تدريسهم لكل كراسة من هذه الكراسات وصولا إلى الهدف من كل كراسة. الآن سأخرج من هنا. هذه الكراسة ألف، الكراسة ألف طبعا الغرض من هذه التدريب. نعم، هل تكلمت معي أستاذ؟ لا لا، نحن نسمعك. تمام. الغرض من هذه الكراسة، الهدف منها تدريب الطالب على الإمساك بالقلم بشكل صحيح، تقوية عضلات مسك القلم، التعرف على الحركات والتمييز بينها من خلال حرف الهمزة، التمييز بين أشكال الحرف الواحد. فهذا هو الهدف والأهداف الرئيسية هذه الأربعة. هنا أن يصبح يعني في ذهن الطالب أن هناك فرق بين الحركات القصيرة، وأن الحرف الواحد ممكن أن يكون له أكثر من شكل، والتمييز بين أنواع النقط في الحروف المتشابهة، يعني أن هناك حرف إذا كانت النقطة من الأسفل تختلف عن النقطتين والثلاثة وما هذا وما شابه ذلك. يعني هذه التدريبات ما قبل الكتابة، طبعا يجب استخدام الألوان مع الطلاب فيها، يعني الغاية منها أولا نفسية، أن يشعر الطالب بأن تعلم اللغة شيء ممتع ومسلي وهو لعب بلعب مراعاة لسنه. ثم يعني أشكال الهمزة مع الحركات وهناك تدريبات بعدين لا صفية، نشاطات لا صفية يعني، وتدريبات أيضا على اللغة. أنا كله كتبته في المقدمة طريقة، فهذه هنا في نهاية الهمزات يجب هنا أن لا ينتقل من حرف الهمزة مع الحركات حتى يتقن الطالب الحركات، يعني الأصوات المختلفة للحرف مع الحركات. ثم هل أنت تفعل مشاركة للشاشة أستاذ حاتم؟ أنتم لا ترون الشاشة. أنا نحن لا نرى شيئا. لا حول ولا، أنا آسف والله. مرحبا دكتور طاهر، أهلا وسهلا بكم، يعني أنرتم المجلس يعني. طيب أنا شرحت كل الشرح وسبحان الله. طيب لا بأس، يعني هكذا تقريبا أستاذ كريم يدق جرس الإنذار ويقول يعني بقي تقريبا بقي دقيقتين. ما شاء الله، جزاك الله خير، شكرا أخي الكريم، جزاك الله خير، ما شاء الله أحسن. طيب إن شاء الله أنا سأعرض بسرعة يعني أكبر يعني. طيب هذه الكراسة ألف،
هذه التدريبات أنا قلت لكم هنا، أنا ذكرت الأهداف منها نعم. هنا، تدريب الطالب على الإمساك لا لا والقلم. أنا آسف، ممكن أن نتجاوز الأهداف ندخل مباشرة، لأنه فعلا بقي تقريبا تمام دقيقتان والناس مشتاقون أن يروا النموذج الفعلي يعني. تمام طبعا هي كثيرة، أنا تعمدت ذلك، يعني هذا كله بعد أن هذا هنا حرف الهمزة بدأت به، يجب أن لا يتجاوز حرف الهمزة حتى يتقن الطالب التمييز بين صوت الحرف مع الحركات. الهدف منه الحرف، الهدف الصغير، والهدف الكبير هو الحركات، لأنه سيبنى عليه ما بعده، فلا ينتقل من مرحلة هذا الحرف مع الحركات حتى يتقنه الطالب 100%. ثم بعد ذلك هذا بالنهاية يصل إلى هنا، هذا حرف الباء يكون هنا تجاوز مسألة الصوت، وقلنا إلى النقط، إلى النقاط وإلى شكل الحرف فقط. هذه الكراسة ألف، الأولى، نعم هذه الأولى التي هذه تناسب الكراسة الصغار المبتدئين حتى يتعودوا شكل القلم والانتقال ومعرفة أشكال الحروف وأصوات الحروف، صحيح؟ نعم، الكراسة باء، نعم الكراسة باء يعني هي لتعليم الحروف، الكراسة باء، فلن أدخل في الأهداف ولو أنها مهمة يعني. وهنا بعد حرف الهمزة سأبدأ مع الكلمات، نعم وهذه الكلمات راعيت فيها أمرا. الآن لاحظوا هنا همزة مع الباء، أو هنا الألف يعني الشكل، نعم. ثم بعدها الكلمات التي أختارها لحرف التاء تكون من الثلاثة حروف، نعم. ثم حرف الثاء يعني مع ما قبله من الحروف، وهكذا كل ما أتقدم حرف الكلمات التي أختارها تكون من الحروف التي مررنا بها سابقا، يعني ليس من حروف لا يعرفها الطالب، يعني هذا من باب هذه حتى نهاية حرف هنا، دقيقة حتى أنظر. هذه الكراسة جربتها على في تعليم الصغار والكبار، كراسة باء وجيم، يعني أكثر طالب، والطالب التعلم صعب للقراءة والكتابة لم يتجاوز معي الخمسة أشهر. نعم ما شاء الله. نعم، وهناك في أمر يعني سأشرحه الآن إن شاء الله. هذه باء واحد، باء اثنين سأنقل يعني فورا إلى تقريبا إلى نهايتها، حتى الآن لأنني سيزيد عدد الكلمات، يزيد عدد الكلمات وتتنوع، وفي نهايتها هذه الكراسة باء اثنين يأتي التحليل والتركيب، وهذا هنا إن شاء الله لاحظ تحليل ثم تركيب، وهذا أيضا شيء مهم جدا يبدأ الطالب يفهم. الكراسة جيم طبعا هي أنسب للكبار، الجيم عندنا الكراسة جيم واحد تعتبر يعني نقلة يعني بالنسبة للطالب، لأنه وصل إلى مرحلة الكلمات. لاحظوا هاي السطور الأربعة، السطر صفر زائد واحد زائد اثنين زائد عفوا ناقص واحد، هذا اسمه نازل، زائد هذا صاعد واحد صاعد اثنين، هذه في بداية الكتابة يجب على الطالب أن يلتزم بها، حتى لأن في هذه الكراسة نصل فيها إلى إتقان الكتابة، وليس فقط الكتابة العادية وإنما إتقان الكتابة. هنا يعني أكثرت من التدريبات والكلمات،
ورأيت فيها الفتحة، ثم يعني المنهج الذي عرضته هنا يعني بشكل عملي، ثم يقل الآن الأربع سطور حتى ننتقل بعدها إلى السطر الواحد. يبدأ الطالب يكتب على السطر الواحد ثم ينتقل إلى الجمل التي من كلمتين، وبعدها الجمل التي من أكثر من كلمتين. رأيت فيها الكلمات التي يكون فيها صعوبة، أسماء الإشارة التي يكون فيها حذف والتي يكون فيها زيادة وما شابه ذلك، وهنا اللام رأيتها أيضا مع اللام، مع لام الجر ومع الباء. هذا هنا الكراسة، الآن آخر كراسة وهي الكراسة الكراسة جيم، وهنا ثمرة ثمرة يعني قطف الثمار. هنا تبدأ فقط الجمل، أتدرج معه. لاحظ الجمل بدأت تكثر وتتنوع، ثم أدخل يعني بعض النصوص من باب أن يعتاد عليها. وهنا وجدت بحثت عن شيء عن الأب فلم أجد يعني يناسب السن هذا، فكتبت هذه من جيبي. الله المستعان. وهكذا يعني طبعا كلها لها قيم، وأنا أهتم بالأخلاق والآداب وأقدمها على كل شيء، فلذلك يعني أراعي فيها المسائل الآداب والأخلاق والنصوص التي اخترتها. هنا يبدأ الطالب أكتب موضوعا عن العائلة. طبعا أنا وضعت آلية لأول شيء عندنا، إذا لاحظتم هنا يبدأ بكتابة الجمل، يعني نطلب منه أن يؤلف جملا، لن أرجع إليها، ثم يعني جملتين، ثم عدد من الجمل المتفرقة الغير مترابطة، ثم أدخل إلى جمل مترابطة من هذا إلى نص من جملتين، ثم إلى نص من ثلاث جمل، ثم إلى نص من خمسة جمل. ويجب أن يكون على المعلم أنواع الإملاء. لاحظ النصوص بدأت تكبر يعني وتتنوع. وأخير شيء هنا كلها في الآداب وفي هذه المسائل. هنا يعني هذا النص طويل، عمدت أن يكون طويلا، وهذه أشياء يعني عن يحبها الطلاب علمية يعني. تم بعون الله. هذا هو المنهاج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في العرض. بارك الله فيكم. أي ملاحظة أنا أستفيد منها وأكون لكم من الشاكرين. بارك الله فيكم. ما شاء الله، أحسن الله إليك. يعني أنت أمتعتنا بعرضك الشيق. طبعا أنت اخذت فيه الخطوات كما قلنا. فقط عفوا أستاذ، جدول الأصوات هو يعني هو حتى يكون ختامه مسك، هذا هو جدول الأصوات. ويعني هذا يعني يحتاج، لو أن عندنا وقت كنت يعني جعلت مثلا وقتا، أنتم تعطوني مثلا وقتا إذا أراد الإخوة أن يعني أتكلم عن طريقة تدريس الحروف والكلمات، يعني سواء من جهة القراءة أو من جهة الكتابة لهذا المنهاج، يعني لأن له طريقة يعني في تعليم هذه الأشياء. هذه الأرقام ليست خطأ حتى تنتبهوا، لأنها هذا رقمه على حسب ترتيب الحروف الهجائية يعني.
نعم أنا أثبتت الرقم متعمدا، ولكن هذه يعني مرتبة على مخارج الحروف. وأيضا هنا يعني نموذج يعني له نفسه، يعني أنا وضعته مرتب. وين راح هذا؟ مرتب أيضا على مرتب على الحروف الهجائية. هذا لم أكتب عنه شيء لأنني لا أستعمله يعني في تعليم القراءة والكتابة، يعني لذلك يعني صممته من أجل ذاك النموذج وليس من أجل هذا. هذا رتبته على الحروف الهجائية، يعني هذا الفرق بينهما فقط. فنرجو إذا كان في ملاحظات أو أشياء نستفيد منها بارك الله فيكم، فأنا يعني أرجو ذلك. يعني أحسن الله إليك. الآن سنستمع إلى تعليقات الأساتذة الأفاضل، ماذا رأوا، ماذا يمكن أن يضيفوا له، هل هو يصلح لكل المتعلمين الناطقين بالعربية وغير العربية، هل المنهج طويل أو مناسب، يعني نريد كل خبراتكم السابقة. يعني في 5 دقائق على الأكثر يا أستاذ رمضان. نعم 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 يعني والله إدارة الوقت معك يا دكتور، يا أستاذ كريم، يعني نعم في الحقيقة لا في الحقيقة يعني عرض الأستاذ حاتم عرضا ماتعا جدا والله، وكنت أتمنى أن يعرضه في وقته حتى يكون عندنا متسع أكبر من الوقت يعني، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل. فعلا يعني ممتع ومفيد جدا يا أستاذ حاتم، بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ، اتق الله، لا أعرف من هو بالضبط أو من هي. مرتبة حسب المستويات، يعني حتى أظن هذا سؤالا، يعني مرتبة حسب المستويات. طب يعني ممكن هل يمكن توضيح السؤال للأخ أو الأخت الذي دخل بعنوان اتقي الله؟ الأستاذ حاتم، الأستاذ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا آسف جدا والله. أستاذ طاهر، أنا آسف، أهلا وسهلا بالأستاذ طاهر. أنا نوهت في البداية على أنه سيتأخر قليلا، وأستاذ طاهر كان يود المشاركة، يعني هو يريد تقريبا أن يعلق على ما أردته أستاذ حاتم. فأستاذ طاهر تفضل، مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ كريم، مرحبا أخي أستاذ رمضان، مرحبا دكتور، أهلا وسهلا بكم جميعا إخواني وأخواتي، جزاكم الله خيرا. والله كنت أود أن أسمع يعني طلب منهم أخونا أستاذنا رمضان أن يعلقوا، فأردت أن أسمع منهم تعليقاتهم أولا على عرض الأستاذ حاتم، ثم بعد ذلك يعني أتحدث. طيب دعونا نستمع. نعم من المدربين. ما شاء الله بارك الله، جهد رائع. هذه أستاذة ميرفت دسوقي، وهي تسأل هذا المنهاج مناسب بدءا من سن كم؟ أستاذ حاتم بارك الله فيكم، يعني هذا يعني أنا أقل سن علمته هو 3 سنوات ونصف، لكن يعني من سن 3 سنوات ونصف إلى 4 سنوات ونصف يحتاج إلى 8 أشهر حتى يستطيع أن يكتب موضوع. أما إذا كان يعني السن 5 سنوات فصاعدا المنهاج 6 أشهر يصبح يجيد القراءة والكتابة وكتابة الموضوعات حتى 7 أسطر. طيب بارك الله فيكم أستاذ حاتم. هل هناك أي مشاركات أخرى من الإخوة والأخوات؟ أي مشاركة، أي نقد بناء، أي سؤال أو اقتراح أو توصية للأستاذ حاتم، فتفضلوا مشكورين. قرأت سؤالا أن يسألون عن ما معنى الصفر، يعني الأسطر جعلتها 4، الصفر هو سطر الكتابة لأن قسم من الحروف نازل عن السطر وقسم منها يعني يستقر على السطر، فالأحرف التي تستقر على السطر نسميها صاعدة يعني، أو الأليفات يعني،
أول حروف النازلة عن السطر نسميها النازلة، لذلك هذه لا تنزل عن السطر ناقص واحد، وقيمة السطور الأربعة من 4 نقاط إلى 5 نقاط، يعني أطوال الحروف على النقاط. يعني هذه تحتاج إلى يعني شرح عملي، وهو ليس صعب. يعني إن أحببتم يعني في قادم الأيام يعني أنا ممكن يعني أن أشرح بشكل عملي، يعني أحضر، تعطوني مثلا وقت يعني مناسب ليس طويل، ممكن أن أشرح مثلا الأشياء الأساسية بحيث أن يستفيد يعني الإخوة من طريقة هذا المنهاج. يعني هناك سؤال آخر أستاذ حاتم، هل هذا للعرب أم لغير العرب؟ أنا والله يعني ما استعملته للأعاجم يعني إلى الآن. الذين درستهم يعني درست مختلف الأعمار للعرب يعني وسنوات طويلة، وهو المنهاج يعني لازلت أنا يعني أطور فيه وأعدل عليه منذ عدة سنوات. إذا كان في أي من عمرك يعني تكون أستاذة سميحة، نعم أنت أجبت عن هذا السؤال أستاذ حاتم، تفضل. من ثلاثة، إذا كان يعني الطفل يعني استعداده مناسبا، من أنا أصغر طفل علمته 3 سنوات ونصف، من 3.5 4 سنوات، لكن هذا يحتاج إلى وقت أطول، يعني يحتاجون إلى 8 أشهر. أما إذا كان فوق ال5 سنوات ف6 أشهر الحد الأعلى. يعني 8 أشهر دراسة يومية أستاذ حاتم؟ كل يوم أنا أدرس ساعة، أعطي ساعة نعم. يومي بشكل يومي، يوميا يعطى ساعة، وهذه الساعة أبدأها بالتأصيل يعني للطالب. يعني تقريبا 180 ساعة، هذا المستوى اعتبرناه 6 أشهر، كل شهر 30 ساعة، يعني لا 240 ساعة. نعم، أنت تحذف إذا حذفنا الكراسة ألف، يعني يعني 6 أشهر خاصة بالكراسة الثانية والثالثة فقط. نعم، يعني الكراسة باء للكبار 15 يوم فقط، وإنما نعم. العمل كله في الكراسة جيم. نعم. يعني الكراسة باء لا تحتاج أكثر من 15 يوم، وإذا كان الكبير أو يعني حسب العمر هي، لكن الكبير لا تأكل منه أكثر من 15 يوم. بالمناسبة الطالب أنا قبل أن أبدأ معه وأختار له الكراسة، يعني ممكن الطالب فورا أختار له الكراسة جيم، أنا أجعل يعني اختبار تحديد مستوى للطالب، طبعا ما عدا الأطفال، يعني الأطفال بكل الأحوال لا، حتى إن كان يعرف الحروف أدخله في الكراسة باء، لأنني أنا أراعي الحالة النفسية للطالب، فإذا دخل في كراسة سهلة عليه وشعر بالمتعة، وأنا دائما مسائل التعزيز والتنافس بين الطلاب، ويعني الصف دائما متحرك، يعني القلوب وهذه الأشياء، فحسب المستوى فأجري للمتعلم سواء صغير أو كبير اختبار تحديد مستوى، ثم أختار له الكراسة المناسبة. فإذا كان 0 بالنسبة للصغير يبدأ من الألف، إذا كان يعرف الحروف يدخل من الكراسة باء، سواء كان كبير أو صغير. أما إذا كان يعرف الحروف والكلمات فأدخله فورا بالكراسة جيم. فهذا يختلف من متعلم إلى متعلم، لكن في أول يعني جلسة هي لاختبار تحديد مستواه. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أستاذ حاتم، أنا آسف على التضييق عليك، ولكن فعلا الوقت يضيع من بين أيدينا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. إن كان عندكم أي تساؤلات أو إضافات أو أي شيء آخر للأستاذ حاتم، فعندنا مجموعة على الواتساب وأخرى على التليجرام، يمكن أن نتشارك معا إن شاء الله بعد اللقاء.
سنختم هذا العرض للأستاذ الفاضل أستاذنا الغالي أستاذ طاهر، إن كان عندك أي تعليق تفضل مشكورا. في أقل من دقيقة، جزاكم الله خير أستاذ كريم. وفعل يعني لأنه وضح أنه يستخدم هذا لغير العرب فقط، يعني مثل هذه الأشياء أولا عندنا في تعليم اللغة العربية لا يأخذ هذا الوقت الكبير في تعليم البدايات، ولا بد أن يطعم بالصور الكثيرة، لا تكون مجردة فقط بالحروف أو فلا بد يعني نحن قلنا نستخدم الكلمات التي ألفها الطالب. أيضا لا نستطيع أن نقدم الدرس القراءة والكتابة بدون نحن قلنا لازم لابد من موضوع الاستماع والتحدث، يعني لابد حتى تعطي ثقة للطالب ويكون في الأمر يعني ليس مجردا فقط للقراءة والكتابة والحروف وعرض الحروف وقراءة الحروف والأصوات. هذا الذي أردت فقط أن أضيفه للأستاذ، لكن ما شاء الله وقدم مقترح، كنت أود أن يقدم درس بسيط ويطبق عليه في عجلة حتى نعرف يعني أكثر، لكن جزاه الله خير، ما شاء الله عرض طيب وجزاه الله خير أستاذ حاتم. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل، وشكرا جزيلا أستاذ حاتم، بارك الله فيكم جميعا. طيب الآن عندنا أستاذة دعاء وأستاذة ديانا أيضا، أو من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة دعاء أحمد مستعدة؟ السلام عليكم. إن شاء الله. عليكم السلام. تفضل أستاذة دعاء، من فضلك يعني نلتزم بالوقت معذرة. كم الوقت؟ يعني أمامك 10 دقائق تكفي إن شاء الله. إن شاء الله. تمام تفضل. مشكورة تفضل وإياكم إن شاء الله. بسم الله والحمد لله على رسول الله. أنا بدأت تكليف القواعد تكليفي النهاردة وكده، أنا شاركت الشاشة. أنا كان بالنسبة لي دلوقتي مع ماسكة أخوات روسيات في المستوى المتقدم، فحبيت أن أنا أعمل كنا وأخواتها بالطريقة الدكتور يعني كلمنا عنها، كان عجبتني قوي الطريقه التواصليه. فالتواصليه محتاجه ان انا اخد الطالبات وانزل بيهم ونتعامل عملي، فقعدت يعني فكرت كثيرا، فوجدت حكايه ان يكون في قصه او شيء مثل تواصلي تفاعلي بشكل قصه، فده ما فعلته. فتكليف قواعد اللغة العربية لغير الناطقين بها المستوى المتقدم كان وأخواتي. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على تحدث بلغة فصيحة باستخدام كان وأخواتها، يحدد الأفعال الناسخة، يدخل كلمات في جمل مفيدة بحيث تكون اسماً لفعل نسخ، يدخل كان وأخواتها في جملة اسمية ويبين ما حدث، يستخرج اسماً وخبر كان أو إحدى أخواتها من فقرة أو من فقرة، يحذف الفعل الناسخ ويضبط الجمل بالشكل. تأهيل المتدربين لتفهم الأخطاء التي قد يقعون فيها أو يقع فيها الآخرون. تاني حاجة بالنسبة لي كان الطريقة المستخدمة في الشرح تدريس النحو تواصليا، الاستراتيجية التعليمية الحوار والتواصل لعب الأدوار واكتشاف الأخطاء. عندي تاني حاجة بقى هنا قصة، والقصة يعني أنا حاولت يعني أفكر ويعني ألفت قصة من جميع قصة صديقين كان حذيفة وأنس، صديقين أسلما وذهب كل واحد منهما للدراسة في دولة عربية، وصار حذيفة معلما للغة العربية وما زال أنس يدرس. وفي يوم من الأيام التقى حذيفة وأنس وتبادل الحديث. قال حذيفة: كيف حالك يا أنس؟ وماذا فعلت في تلك السنوات الماضية؟ قال أنس: درست اللغة العربية في مصر وكنت مسرور جدا. قال حذيفة: إلى أي مستوى درست؟ قال أنس: المستوى المتقدم. قال حذيفة: ما شاء الله، ألا أخذ في هذا المستوى درس كان وأخواتها؟ قال أنس: نعم أخذتها. قال حذيفة: إذا لماذا تقول كنت مسرور؟
الصحيح يا أنس كنت مسرورا لأن كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. قال أنس نعم نعم صحيح لقد نسيت يا حذيفة. قال حذيفة إذن هيا نتذكر هذا الدرس معا. وبعد كده جبت الصور والشكل ده كان وأخواتها كان أصبح ليس صارة بات أمثل ظلة. وجبت الجملة وإعربها كان الجو باردا كان فعل ماضي ناقص الجو اسم كان منصوب بالفتحة. وهنا شرح للدرس وأمثلة لكل فعل من الأفعال. وهنا أيضا سميت كان وأخواتها أفعالا ناقصا لأنها لا تكتفي بموضعها بل تحتاج إلى خبر منصوب ليتم معنى الجملة وسميت ناسخة لأنها تنسخ حكم الخبر فتجعله منصوبا بعد أن كان مرفوعا. وبعد كده معاني كان وأخواتها كان وتفيد حدوث الخبر في الزمن الماضي أصبح أضحى أمس ظل صار بات كل الحروف. وبعد ذلك تدريب عين اسم كان أو إحدى أخواتها وخبرها في الجمل الآتية وفعلت الجدول والأمثلة كلها من القرآن. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قظيم ومفروض أنه هو الطالبة تخرج الاسم والخبر من الجمل. وبعد كده التدريب الثاني استخرج من القصة أفعال كان وأخواتها واسمها وخبرها. العرض انتهى. ما رجعني أنا جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا أستاذ دعاء. تفضل يا أستاذنا الفاضل أستاذ طاهر. جزاكم الله خيرا أستاذ دعاء أحسنتي بارك الله فيك. حضرتك قلت في البداية أنك أخذتهم كيف كان النشاط والتطبيق معهم؟ لا وانا لسه مديته ان شاء الله لسه مدام اعطي لهم هذا الدرس انا بجهز لاعطيهم الدرس هو انا يعني ده تفكيري ان انا ممكن اعطيهم الدرس في هذا الشكل ان يكون في شكل القصه دي فينتبهوا معي ويستنتجوا الخطا في خلال القصه يعني كان انا اخطا في قول كنت مسرورا قال كنت مسرورا نعم. فنأخذ يعني ننتبه للأخطاء نتكلم لأن يعني القواعد أصلها الاستخدام وليس حفظ القواعد لأن نحن نحفظ القواعد وعند الاستخدام لا نستخدمها إلا القليل. المشكلة نحن نحفظ ولا نتدرب عليها. نعم فكرة القصة ما شاء الله عجبتني جدا يعني ما شاء الله الفكرة جميلة جدا لكن موضوع التدريبات حضرتك اللي وضعتيها ممكن تذهبي إلى الشريحة رقم 4؟ لا ده لسه تدريبا. تدريب تمام. حضرتك ذكرتي الأسماء أخوات كان وأخواتها تمام. لا ده هذا شرح نحن هنا في بداية الشرح بعد القصة. قال حذيفة إذن هيا نتذكر هذا الدرس معا. فمن هنا بدأ شرح سيبدأ شرح الدرس. تمام يعني كانهم يقرؤون درس كانهم يقرؤون. نعم لأن أنا نظرت في كتاب العربي أنا أعطي من العربية بين يدي هم أتوا بالقاعدة ثم الشرح والتدريبات وهذه الطريقة القياسية. فأنا حبيت أن أكون في ابتكار في شرح الدرس. طيب بالنسبة للتدريب الخامس برضو كان تدريب ولا برضو مذاكرة؟ لا هذا شرح يعني واخدين دور الطلبة اللي بيذاكروا يعني دلوقتي ولا شرح من حضرتك؟ لا هو من المفترض أن باقي القصة أن حذيفة بيشرح لأنس يعني إحنا نكمل أن حذيفة بيشرح لأنس فأنا المفروض أنا اللي هشرح لهم يعني. تمام. يعني أنا اللي هقوم بدور حذيفة اللي هو المعلم أصلا اللغة العربية وهو هيبدأ يشرح أو يذكرهم بالدرس كان وأخواته. هذا يكون الشرح هذه وهذه. طيب. ستكون هذه الثلاثة
هذا شرح للدرس. ودي ثم بعد ذلك هذا التدريب، وهذا التدريب أخذته من كتاب العربية بين يديك، يأتون بالآيات والجدول مثل هذا. نعم يراعى في مثلا، ولكن هنا استخرج من القصة أفعال كان وأخواتها وأسماء خبراء، هذا من ابتكار أيضا، يعني أنا وضعت كان وأخواتها في القصة حتى ينتبهوا إلى كان وأخواتها واستخدامتها، كيف نستخدمها في الحياة الطبيعية في حديثنا وهكذا. جميل جميل ما شاء الله، يعني يراعى في وضع الأمثلة طبعا طبيعة الطلاب نفسهم وميولهم يعني وديانتهم، لأن لو هم غير مسلمين طبعا مش هينفع نديهم أمثلة. طبعا يعني على حسب المنهج وهم يتعلمون اللغة العربية ليتعلموا القرآن، يعني هم هذا هدفهم. نعم أنا قرأت في القصة أنهم الاثنين، لكن يعني بالنسبة لل لا أنا أقول أنا أقصد الذين يتدربون معي، الذين يتعلمون معي. طيب تمام. طب إيه النشاط حضرتك اللي أنت هتستخدميه معهم؟ اللي هو ايه النشاط اللي حضرتك قلتي لسه انت هتطبقي نشاط معين؟ ايه النشاط النشاط اللي هي يطبقوا ويتقنوا الاستخدام القاعده الجديده دي، ايه هي الاستراتيجيه بتاعتك؟ من الممكن ان نحن انا معافي على الواتساب، فسيكون بيننا حوارات كثيرة ونستخدم فيها كان وأخواتها. أقول لهم في غير وقت الحصة من الممكن ماذا فعلتي في السنة الماضية في أمس هكذا، ونتحدث مع بعض كثيرا على المجموعة بتسجيلات صوتية وأصحح لهم. تمام، ممكن تجعل التسجيلات الصوتية دي كل واحد مثلا يسجل كيف قضى يومه أمس. نعم هذا ما أقصد، هذا نعم مثلا هذا نشاط. نعم ممكن أيضا ينفذون مثلا عمل مثلا بطاقات لأسماء كان وأخواتها مع جمل لها. تمام نعم. يعني مثل هذه الأشياء تساعد، يعني أو ينفذون قطار مثلا فيه كان واخواتها، تبدأ كان وتجر بعدها اخواتها مثلا. جميل. هذه الأنشطة يعني تثبت في اذانهم اسماء كان، وايضا تشجعينهم على استخدامها في جمل من يعني من اشياء يقومون بها بانفسهم. صحيح. تمام صحيح. فقط بالنسبة لل نعم الشريحة رقم 6 لا أحبذ الحقيقة يعني ذكر مثل هذه الأشياء، تفيد حدوث الخبر في الزمن الماضي، تفيد حدوث الخبر في الصباح، تفيد هذا أنا نقلته من كتاب العربية بين يديك. نعم نعم أنا قلت يعني كل واحد له، طبعا أحترم الرأي وأحترم رأي حضرتك يعني. لا أنا ليس لي رأي، أنا أقول أنني سأشرح من هذا الكتاب، فأنا نقلت منه الدرس. الدرس هو في الكتاب يبدأ القاعدة ثم الشرح ثم التدريب، ونحن هنا يعني بدلنا الاستراتيجية قليلا، نحن بدأنا بخصة نشغل الأذهان ويستنتجوا أيضا وين. طيب جزاكم الله خير، يعني جهد طيب ومشكور من حضرتك، جزاكم الله خيرا. يعني أشرتي لكلمة في الحقيقة، الوقت زاد 3 دقائق أستاذ كريم. لا أنا أعطيتها 10 دقائق للعرض فقط، ولكن يعني ما شاء الله يعني حتى أقل من 10 دقائق. استمعنا استاذ، لا ما اخذ ال10 دقائق الحمد لله. لا يعني انا كنت ساشكرها بعد قليل استاذ طاهر على التزامها بالوقت يعني. بارك الله فيك استاذ الضحى. يعني في الحقيقه انت اشرتي لكلمه جميله جدا من
أسلوب تدريس القواعد، قلت الطريقة التواصلية، لكن ما أشرت كيف تطبقينها في هذه في هذا الدرس. أنا أقول لحضرتك، أنا قلت أن الطريقة التواصلية أن أخذ الطالبات معي إذا كانوا في أوفلاين، ليس أقول أونلاين، أونلاين به مشكلة التواصل. هذا ما فكرت به أو فيه حتى يصلح بطريقة تواصلية إلى حد ما عن أونلاين، ولكن من المفترض الطريقة التواصلية أن أخذ الطالبات معي، ننزل الجولة إلى السوق ونستخدم الكلمات أو نستخدم القاعدة في الكلمات، في البيع، في الشراء، في هكذا، في الأمور الحياتية. تمام، يعني لا يشترط أن يكونوا معك، يعني طالما أنت تدرسين أونلاين فممكن يعني يقومون بأشياء يطبقونها أنفسهم، يعني أو يحكون مثلا يوميات. نعم، هذا ما قررت فيه به أو فيه أن أفعل في مجموعة الواتس يوميا، أبعث لهم أسئلة ويجاوبون علي في تسجيل صوتي وهكذا، نتفاعل مع بعضنا البعض ونتواصل من خلال القاعدة التي أخذناها. يحبذ يعني نقطة أخيرة، يحبذ يعني مثلا وضع صور، مثلا كان الماء مثلا ثلجا وأصبح كان مثلا كان الماء ثلجا وأصبح ماء، يعني ممكن يعني تبين لهم صور لحاجات زي كده، بدي مثال بس يعني، فاهمين؟ نعم. مثلا تحول القطن، صار القطن مثلا قماشا، يعني الحاجات دي بتجيب لهم صور من الواقع. نعم، من الأسماء للأسماء التي تعرضيها لهم ويربطون بأذهانهم ليفهموا المعنى دون ذكر القائل. أحسنت يا أستاذة، بارك الله فيك أستاذة دعاء. إذا كان لديكم أي تعليقات أو أي إضافة من أستاذ رمضان أو أي واحد. نعم، أعزكم الله، شكرا جزيلا، يعني أنت أوفيت أستاذنا أستاذ طاهر، أكرمك الله وأعزك، شكرا جزيلا أستاذة دعاء، بارك الله فيك، هذا عرض قيم. طبعا يعني هذا توارد الأفكار أو معذرة تناقل الأفكار، يمكن هذه الفكرة أن تعرضيها على إحدى صديقاتك أو أحد آخر ويمكن أن يزيد عليها أو أن يقلل منها، يعني هذا للتحسين. ولكن الطريقة التي سرت بها هي ما شاء الله طريقة مناسبة، فقط تحتاج إلى التطبيق، وبعد التطبيق أنت ستحكمين عليها هل نجحت أم تحتاج إلى إعادة، لأن بعد التطبيق سأضيف هكذا، ولكن هذا ما فعلته، الفكرة أتت في نفسي، فكرة رائعة، وحبيت أن أعمل بها التكليف وان انا استخدمها ايضا في دروسي. جيد، رائع. فقط الشريحه التي فيها صوره حذيفه وانس التي فيها الحوار يمكن ان نصعد اليها. انا الصوره، انا والله قعدت ادور على الصوره ما لقيتش غير دي صراحه. نعم. ما لقيتش اثنين مع بعض، شكلهم كده كويس. لا طبعا هذه غير مناسبة، وخاصة أنك تدرسين لطالبات روسيات، والطالبات الروسيات لديهن، أنت تعرفين الأمر، هن لن يتقبلن هذه الصورة وربما يرفضن كل الدرس بسبب هذه الصورة، فحاولي أن تراعي مسألة الصورة. أنا قلت من الممكن أن يكون هذا كان حذيفة وأنا صديقين أسلما، هذا قبل الإسلام، بعد الإسلام عليهم شكل تاني. جيدا، هذا جون وبيتر يعني. أستاذ دعاء، أستاذ رمضان عندها إجابات لكل الأسئلة يعني. وهذا رائع. القاعدة كما قلت حتى تستخدم تواصليا لابد أن أضع القاعدة وأن يشعر الطالب بأهمية هذه القاعدة في حياته. من المشكلات التي تقابلنا في كان وأخواتها مثلا كلمة أصبح وصار، كيف تصرح أصبح وصار؟ طبقي هذه القاعدة، لا تجعلي درس القواعد فقط هو خاص بالقواعد، خذي من درس القواعد ومن كلام الطالبات
أنا آسف أفتح الـ 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 الكاميرا معذرة. خذي من الدرس درس القواعد، خذي منه الأشهر الجمل. ما أشهر الجمل مثلا التي يمكن أن نستخدمها هنا بعيدا عن التدريبات النمطية التي يستخدمها الطلاب أو يستخدمها الكتاب العربية بين يديك؟ أنت ستزيدين مثلا كنت وأصبحت. خذي هذا التعبير وطبقيه. كنت صغيرة وأصبحت كبيرة، كنت معلمة، كنت طالبة وأصبحت أو وصرت معلمة. واجعل الطالبات يحضرن هذا وأيضا يستخدمنه في الكلام ويستخدمنه في الكتابة في التعبير، فيطبقن القاعدة في كلامي. إذن استفادوا من القاعدة، عرفوا القاعدة، استطاعوا أن يتحدثوا بالقاعدة، وأيضا استطاعوا أن يكتبوا القاعدة ويكتبوا جملتين، وأصبحت القاعدة ثابتة في رأسهن من ناحية التعبير. نعم، شكرا، أحسن الله إليك، شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. نعم، أكرمك الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك أستاذة دعاء، وشكرا جزيلا. هل هناك أي مشاركات أخرى؟ لا يوجد مشاركات. آخر عرض معنا اليوم، وأنا آسف، هناك من يريد أن يعرض تكليفه اليوم أيضا، حتى وإن كان صغيرا أو لا يستغرق وقتا، فللأسف أظن أن الوقت يعني لا يسمح اليوم بعرض التكليفات. آخر عرض اليوم، أستاذة ديانا، هل أنت مستعدة؟ أعد بأمر الله. تفضل يا أستاذة ديانا، أؤكد عليك أيضا مسألة الوقت يا أستاذة ديانا. لا، هو تكليف بسيط ومش هياخد وقت. تفضل، بارك الله فيك. هو اللغة العربية أسماء الإشارة في للمستوى التمهيدي، قدمت له بعرض فيديو. معذرة، صوتي واضح؟ نعم واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لنا واضح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتي واضح معذرة؟ يعني بعيد قليلا، ممكن حضرتك تقربي من الميكروفون؟ واضح يا أستاذة، واضح جدا يعني. بالنسبة لنا واضح جدا. طيب، تفضل يا أستاذ. سوف أقدم اليوم درس اسم الإشارة للمستوى التمهيدي، وهو للأمانة يناسب الأطفال أكثر يعني. قدمت له بعرض فيديو صغير يتحدث عن اسم الإشارة هذا وهذه. أستاذة ديانا، هل أنت تشاركين صوت الحاسوب؟ يعني يوجد share computer sound، لو أنت ضغطت على هذا سيكون هناك صوت، لأن الصوت لا يصل أو ربما يصل ضعيفا جدا. شير كمبيوتر ساوند، عندما تضغطين على شير ستجدين تحت موجود. نعم، اضغطي عليها ثم بعد ذلك اضغطي شير. واضح الصوت ولا ايه؟ هذا مطبخ. الان واضح يا استاذ. هذه ثلاجة. هذا ثوب.
هذه قبعة. هذا جد. هذه جدة. هذا حذاء. هذه جوارب. هذا سائق. هذه حافلة. ثم بعد ذلك وضعت تدريبات، اختر الكلمة الصحيحة، هذا أو هذه صورة أسرتي. ده من هذه التدريبات من كتاب العربية بين يديك. نعم. المستوى الأول. وفي آخر التدريبات طلبت منه أن يجري حوارا مع زميل له باستخدام أسماء الإشارة، يعني من خلال الغرفة، يعني هذا باب، هذه منضدة، وهكذا، يعني من خلال ما فصل الدراسي. هل سيجري حوارا أم أسئلة وأجوبة؟ يعني سيكون الأمر بينه وبين زميله، سؤال وجواب، هو يشير ما هذا ما. لا، سيكون بالطبع لهيئة حوار، لأن في الأسئلة أيضا وضعت من كتاب العربية بين يديك أحمد في أن المسجد أو في الغرفة. لا، هذا بعيدا عن التدريبات النمطية، نشاط خارج الكتاب. النشاط خارج الكتاب. نعم، النشاط. أنا حط الأسئلة. نعم، أنت وضعت هذا يعني، ولكن كيف سيجري الحوار؟ هل سيجري الحوار عن طريق السؤال والجواب؟ نعم، يعني في البداية سأقول لها، أطلب منه أن السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا. ثم يقدم نفسه، يعني كأنه مراجعة على ما سبق. وفي وسط الحوار نقول له، أعرف لزميلك أو اشرح لزميلك ما هذا، ما هذه، يعني برضو أن ألغبطه، يعني أقول له هذه مثلا، هذه قلم، هذه يعني على عكس. نعم، هذه قلم. ممكن يعني. نعم. وهكذا. طب تلخبطي لي يا استاذه دعاء. انا حتى اعلم اذا كانت تمكن من الماده او لا، يعني فهم ولا ما فهمش، اقيس مستوى فهمي. بارك الله فيك يا استاذه. هل عندك هناك شيء اخر؟ لا. طيب، أستاذ رمضان وأستاذ طاهر، يعني أولا وبعد ذلك مشاركات الإخوة والأخوات. نعم، تفضل أستاذ طاهر. جزاكم الله خيرا. أحسنت أستاذ ديانا، يعني عجبني موضوع الفيديو الذي عرضتيه خلال العرض، وكان يعني مقترن بصورة وصوت، هذا شيء رائع. يعني يحبذ في عندما تعطين تدريب تقدمين نفس الفيديو محذوف منه هذا وهذه، بعد أن يقرؤون، تقرأين لهم، يقرؤون بعدك. أظن إذا قدمتي بنفس العرض ونفس الفيديو مع حذف اسم الإشارة، وتطلبين منهم أن يجدوا المناسب لها، أو تخيرينهم بين هذا وهذه، أظن هذا سيكون أفيد يعني في رأيي. تمام، سأفعل. نعم، سأفعل بأمر الله. تمام، ما شاء الله، لكن أحسنتي، جزاكم الله خيرا. أستاذ رمضان تفضل. نعم، أكرمك الله دكتور، بارك الله فينا وفيك، وأحسن الله إليك. بالنسبة للأنشطة التفاعلية التي تفعلينها مع الطلاب في هذا وهذه، مثلا أنت عندك الأشياء الموجودة في الصف كما قلت، فقط أنت انظري إلى الطالب أو الطالبة وارفعي الشيء فقط، وهو يجيب، إما أن يقول هذا قلم أو هذه سبورة، وأنت مباشرة أنت أشيري إلى الأشياء وهم يستخدمون. في وسط الأمور اجعلي الأمر ثنائيا، يعني الطالب يشير إلى شيء والطالب الذي بعده هو يجيب، ثم ينتقل الطالب الذي بعده يشير إلى شيء والطالب الذي بعده يجيب، هكذا، وتدور الحلقة بين الطلاب الموجودين. هذا يجعل القاعدة أثبت في الذهن،
وفيها روح من النشاط والحيوية أكثر بعيدا عن نمط الكتاب، لأنه سيخرج عن الورقة والقلم وسينطلق إلى البيئة الحقيقية التي يعيش فيها بالخارج، فبهذه الطريقة ستكون مشوقة أكثر وسيكون فيها نوع من التفاعل أكثر. ولكن شكرا، أحسن الله إليك. فقط أستاذ طاهر، بعض الطلاب الأذكياء هو ربما ما عرف القاعدة، ولكن إن حذفنا من الفيديو الكلمات الفيديو يمشي بنمط واحد، وهو دائما أنه يضع هذا في البداية وهذه في رقم اثنين، فربما الطالب الذكي مباشرة دون أن يفكر قبل أن تعرض الصورة سيقول الصورة الأولى هذا، الصورة الثانية هذه، لأنه حفظ مكان هذا وهذه. شكرا جزيلا أستاذ دعاء، شكرا أستاذ طاهر. أعجبني الدرس، أعجبني بالصور ما شاء الله، خاصة من التسجيل الصوتي، أظن من عملك موفقة يا رب. هذا رأي الأستاذة ميربت، بارك الله فيها. طيب، هل هناك شيء آخر من الإخوة والأخوات؟ جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وجزاكم يا أستاذة ديان. هل الآن دكتور، معذرة أستاذ كريم، هل سنجعل كل متدرب سيكون معه مثلا كلمة لأهم الإيجابيات أهم السلبيات النصائح التي يمكن أن نقدمها، أن كل متدرب له مثلا دقيقتين ثلاث دقائق حسب ما يريد، المهم أن يطرح فكرته عن البرنامج ككل، مدى الاستفادة أو عدم الاستفادة، الإيجابيات أو السلبيات، والمقترحات القادمة وتقييمه، ويقدم تقييمه بصورة موضوعية لهذا البرنامج، أو إذا أراد أن يطرح سؤالا أو إذا أراد أن يعني يقدم شيئا ما خاصا به في وقته. والله بارك الله فيك يا أستاذ رمضان، يعني فكرة رائعة جدا. الآن هي طبعا، أنا آسف جدا لمن أراد أن يعرض تكليفا، في الحقيقة يعني في البداية، يعني هذه المرة كما تفضل الأستاذ رمضان في البداية لم تكن أبدا لعرض التكليفات، ولكن يعني نظرا يعني لطلب الإخوة والأخوات يعني فسمحنا بذلك. طيب، الآن سنعطي الفرصة يا أستاذ رمضان لمن يريد أن يقول أي شيء، سواء كان يعني رأيه في الدورة التدريبية أو أي شيء كما يريد، أو عنده أي تساؤل فليتفضل مشكورا، يعني نعطي الوقت لكل واحد. الميكروفون معه الآن يعني. نعم. طيب، الذي يريد أن يتفضل فقط يعني يتفضل برفع يده، أو آخذ بالترتيب الموجود عندي على الزوم يعني. يعني لكي لا يتكلم الجميع في نفس الوقت، فالذي يريد أن يتفضل أولا يتفضل برفع يدي أو يكتب في صندوق الدردشة ونحن نسمح له إن شاء الله، أو أنا أبدأ مباشرة كما قلت لكم بالترتيب الموجود عندي. ممكن أشارك. طيب أستاذ حاتم، تفضل أستاذ حاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. حقيقة والله استفدت أنا كثيرا من خبراتكم ومن هذه المحاضرات وهذا الإشراف الرائع منكم والعروض الطيبة، سواء كان في دورة البرامج أو في هذه الدورة. أستاذ، يعني برجاء منك شخصي، يعني الأستاذ رمضان لو سمحت، يعني باعتبار أننا يعني حديث عهد في التعليم، سواء كان لغير العرب أو التعليم أونلاين، لو يعني عندك مثلاً مقاطع في استعليم غير العرب بأشياء بغير لغة وسيطة، لأن هذا سيفيدنا كثيرا، ليس فقط في تعليم مثلا الأعاجم، مثلا أنا في تركيا، ليس فقط في تعليم الأتراك وإنما يعني مع غيرهم، يعني دروس عملية تقصد يا أستاذ حاتم؟ نعم، لكن ليست يعني لنا، لك أنت مثلا أو الأستاذ. نعم 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 نعم، موجودة.
يوجد على قنوات اليوتيوب اصلا يوجد اكثر من قناه يمكن ان تدخل عليها، هذه دروس عمليه، دروس من داخل الصفوف. لا لا اقصد بشكل عام، نحن نريد بارك الله فيك يعني بعض النماذج، يعني انتم تختارون روابطها وتضعونها حتى نستفيد من خبرتكم في هذا المجال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ما شاء الله بارك الله فيك أستاذ حاتم. أستاذ رمضان كان يعني يحاول أن يقول بالفعل هناك دروس عملية. تفضل أستاذ رمضان. في الحقيقة أنا أسجل الآن الرغبات والأسئلة. أستاذ حاتم سمعت سؤال أستاذ رمضان وأستاذ طاهر، فتفضل أستاذ رمضان وأستاذ طاهر تفضل. طيب بالنسبة للدروس العملية، هناك كثير جدا من الدروس العملية داخل الصفوف. إذا كانت هناك قناة أستاذ سويفي فتحي، قناة الأستاذ سويفي فتحي، هذه من القنوات التي فيها دروس من الكثير، كثير من الدروس العملية. هناك قناة أستاذ بلال سليمان الدبشة، هذه فيها كثير من الدروس العملية. قناة رسالة للدكتور أحمد حسن، جيد. وقناة العربية للبشر، هذه يعني هذه لي أنا أيضا فيها دروس، هذه أيضا فيها دروس عملية. الأستاذ قناة الأستاذ محمود سليمان، فهذه ستجدها من داخل الصفوف، هذه نماذج من داخل الصفوف، تدريس من داخل الصفوف، سترى فعلا طريقة التعامل مع داخل مع الطلاب الأعاجم في الحوارات، وهذه دروس واقعية حقيقية يعني. طيب إن شاء الله أستاذ رمضان إن سمحت لنا إن شاء الله سنجمع بعض الروابط المفيدة ونرسلها إليكم إن شاء الله، يعني للسادة للإخوة والأخوات. أستاذ بارك الله فيك، يعني هذه كلها يعني متابع وأتابع، لكن نحن نريد يعني مثلا التركيز من خلال بعض المقاطع على أفكار محددة حتى نحن نستطيع أن نقتبس من هذه الطرق، يعني بارك الله فيك. يعني الورقة التي أنت أرسلتها في بداية الدورة أنا استفدت منها، ولكن يعني نريد نماذج أنتم يعني تطبيقية، نعم، لكن موجهة يعني لنا، هذه يعني مختارة من قبلكم، يعني ليست هكذا، يعني نحتاج إلى بحث كثير حتى يعني نصل إلى هذا الهدف. فإذا كان في الذاكرة عندكم أشياء ممكن أن ترسلوا روابطها فنكون لكم. نعم نعم طبعا طبعا أرسلوها مباشرة إن شاء الله رب العالمين. جزاكم طيب. الله بارك الله وإياكم وأكرمكم الله بارك الله. أستاذ أسماء صديق ترفع يدها، تفضل يا أستاذ أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير، استفدت كثيرا بهذه الدورة الرائعة المتفردة بمضمونها. تعلمت خصوصا وضع الأهداف، كيفية قياس هذه الأهداف، أحيانا كنت أضع أهداف كثيرة ولا أضع تدريبات تقيس هذه الأهداف، يعني هذه كانت أكثر أخطائي في أول 3 أو 4 محاضرات، ولكن الحمد لله تداركت هذا الأمر. تعلمت الاهتمام بالتفاصيل، بتفاصيل أعداد الدرس، ما هو مهم وغير مهم. الاقتراحات أو ما أريده، أريد برنامج لتعليم العربية الفصحى. هناك محادثات تجرى في اللغة الإنجليزية، أتمنى أن يكون هناك شيء مشابه، محادثات مع أحد المختصين لتعليم، تكون one to one يعني، حتى أتدرب يعني. تحتاجين برنامجا لمثلا متدرب يكون يتحدث معك بالفصحى وأنت تبادلينه الحديث بالفصحى، وأثناء الحديث ربما يقف معك على النقاط التي يمكن أن يقع فيها الدارس، أو هنا المصطلح الأفضل أن نستخدم كذا، هنا نقدم كذا أو نؤخر كذا، هذا الأفضل في الفصحى ويكون مباشرا. نعم نعم هذا ما أريده. وإذا كان الموضوع مخططا له، يعني إذا كان من يجري مع المحادثة يضع خطة أنا أمشي عليها، أو هو له تصور حتى بانتهاء هذه المحادثات أكون قد ألممت بكل قواعد العربية الفصحى، هذا رائع. وقد يكون الأمر عشوائيا حسب المتاح.
الشيء الآخر أود إعداد موقع مثل مواقع الفتاوى، يتم إرسال إليه الأسئلة التي تواجهنا الصعوبات مع الطلاب ويتم الإجابة عليه من قبل متخصصين في المجال أمثالكم. يعني هناك مواقع على التليجرام والواتساب، ولكن عندما أضع سؤالا لا أدري من الذي يجيب علي، يعني هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ لا أدري يعني. فأنا أتمنى أن يكون شيء، هناك شيء كهذا يشرف عليه مجموعة من المحاضرين المتخصصين ونحن نعرفهم بالاسم، ولن يجيب على هذه الأسئلة إلا هم. يعني يوميا يتم عمل شير لمجموعة من الأسئلة بالإجابات التي يرسلها الطلبة، ويستفيد كل الطلبة على هذا الموقع وعلى هذه الصفحة على الفيسبوك أو الجروب أيا كان يعني. ما شاء الله، بارك الله فيك أستاذ اسماء. أستاذ طاهر، طبعا أنت الميكروفون مفتوح، أنت أستاذ رمضان، في أي وقت توداني المشاركة تفضل، مشكورين. بارك طبعاً الله فيك أستاذ اسماء. يعني الاقتراحات والله ما شاء الله رائعة، يعني الإخوة والأخوات مبدعين كالعادة، فهذه الاقتراحات والله إن شاء الله يعني تكون محل اهتمام منا جميعا، لأن الجميع سيستفيد، يعني حتى نحن أنفسنا نستفيد منها بعرض المشكلات كلها يعني. فما شاء الله حضرتك يعني تدون هذه الاقتراحات من فضلك، وإن شاء الله يعني انظر إليها بعين الاهتمام بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب، شكرا جزيلا أستاذة أسماء. من أيضا سيشارك بعد الأستاذة أسماء؟ بسم الله. معذرة أستاذ كريم، فقط بالنسبة للأستاذة أسماء هناك أمران. الأمر الأول الذي تحدثت فيه هو الفصحى، ربما فعلا نجعله برنامجا هذا لمن أراد أن يطبق، كما قال أستاذ أحمد حلبي. أستاذ أحمد حلبي قال الفصحى بالممارسة، ولكن أستاذ أحمد حلبي مع من ستمارس؟ هذا هو الأمر، أنها لن تمارس وحدها وإلا لن تدرك خطأها. كما قلت صحيح أستاذ أحمد حلبي الفصحى بالممارسة، ولكن كيف التدريب على هذه الممارسة؟ نحن في الحقيقة ما أتقننا الفصحى إلا بعدما فعلا طبقناها، وكان هناك متابعون لنا، يعني كان هناك متابعون لنا إما من أصدقائنا أو من الخبراء الذين كانوا يسبقوننا أو الذين يدربوننا. وفي النهاية تصل إلى هذه النقطة، يعني أنت إما أن تجلس إلى بعض المختصين فتسمع منهم، أو هناك بعض الناس تعلم أن لغته هي جيدة من الأصدقاء أو من المعلمين، فتجلس معه ربما ساعة في اليوم، ساعة في الأسبوع، المهم أن تحدد وقتا لتمارس فيه، وبعد ذلك يمكن أن تسجل لنفسك في داخل الصف، وبعد ذلك تعرض هذا التسجيل على أحد المختصين. وهناك بالفعل كما قال الأستاذ أحمد حلبي هناك بعض الدورات المختصة بهذا، وطبعا يمكن في القريب العاجل أن تكون هذه هي الدورة القادمة، أو أستاذ كريم وأكاديمية أل ومؤسسة أريد تجهز شيئا مثل هذا ويكون فعلا مباشرا. طبعا جيد، وهذا لن يتجاوز وقتا طويلا، لأنه لديكم جميعا الخلفية بالقواعد بالحديث بالفصحى، فقط الضبط في السياقات هذه هي الطريقة المهمة، كيف تضبط السياقات وكيف تستخدمها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إعداد موقع للإجابات. هو بالفعل هناك اللهم صل محمد، هناك قناة على تليجرام معلمي العربية لغير الناطقين بها، أو معلم العربية الأجانب، هي موجودة، ولكن كما قلت ربما هذه قناة مفتوحة فيها عدد كبير، ربما أستاذ كريم فيما بعد يحاول أن يخصص شيئا مثل هذا. يعني نحن يعني نلقي العبء ونلقي الكرة في كرة أستاذ في ملعب أستاذ كريم. لا تحت أمرك يا أستاذ رمضان، ربما يفعل لنا أمرا مثل هذا، و فعلا نحاول أن نجد بعض المختصين الذين فعلا يقدمون المقترحات ويجيبون عن هذه الأسئلة في حدود
وقتهم المسموح، لأنه في الحقيقة ليس الجميع مسموحا في كل وقت. فإذا فتح الموقع لابد أن يدرك المتدربون أنه هناك بعض الأوقات لا يستطيع أن يجيب مباشرة، أو يحتاج إلى يعني وقت ليصل الأمر إلى المتدربين، فيلتمس العذر للمجيبين. فأستاذ كريم ممكن أن يدون هذا ونعرض هذه الأخبار ونجيب عنها إن شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. أستاذ أحمد طيب حلبي أظن ويقول أستاذ أحمد الدنان يفعل هذه الدورة في 20 ساعة، لا يعني القراءات ليست واضحة أمامي. يعني أستاذ رمضان اسمه جاء أولا، يعني أنا أنتظر أحدا، أنتظر أحدا يرفع يده، ولكن لم يرفع أحد يده حتى الآن. لا أستاذ كريم، أستاذ أحمد حلبي أول من جاء. تفضل أستاذ أحمد حلبي أول من جاء. الكل سيشارك اليوم، يعني اليوم طبعا لا يوجد، لا يوجد يعني. أستاذ أحمد حلبي مستعد للمشاركة؟ طيب حتى يستعد الأستاذ أحمد حلبي، أستاذ مرفت، أستاذ أحمد حلبي مستعد، تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نحن سررنا بهذا البرنامج صراحة، يعني والله نحن سررنا بكم أكثر في الحقيقة، يعني يعني إن كنا قصرنا كثيرا يعني للأسف، يعني مشغولون جدا يعني. والله كلنا ذلك الرجل الأستاذ أحمد. ويعني يعني الموضوع يعني كوننا بعيدين عن هذا، عن تدريس العاجم، أنا شخصيا يعني منذ فترة طويلة لمدرس العاجم، إلا نادرا يعني نادرا ما تعرضت، يعني مثلا في المدرسة فينا كان هناك فصول غير الناطقين، يعني اضطررنا لهذا، اضطررنا يعني أعتقد بدون تخصص كافي يعني. لكن كونك معلم اللغة تستطيع تعلم أي أحد، لكن الموضوع يحتاج إلى بعض التخصص في الدراسة والقراءة كثيرة يعني حتى تتجاوز هذا العمل يعني. وما شاء الله يعني هناك عشرات الكتب وعشرات الدورات على رواق، ودوراتكم طيبة، فيعني نحتاج، ما زلنا نحتاج إلى كثير من النظري، القراءة النظرية والاستماع الكثير يعني. هذه فقط كبداية إن شاء الله عز وجل، يعني تكون بداية طيبة إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذ أحمد. نأمل يعني أن تستمر برامجكم يعني. إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. توفيق إن شاء الله. هل هناك تعليق أستاذ رمضان وأستاذ طاهر؟ أستاذ طاهر طبعا يتفضل. جزاكم الله خيرا، يعني أشكر والله أخواني وأخواتي، جزاكم الله خيرا على هذا الإطراء يعني، والأهم والاستفادة يعني من وتطبيق ما نتعلمه، لأن الحقيقة المعلومات كثيرة في الكتب، ولكن الأهم هو التطبيق ما تسمعه وتتعلمه. نعم، بارك الله فيكم أستاذنا الغالي. طيب أستاذ رمضان؟ لا تفضل، أنا طيب. سأعلق طيب. على القادم إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة ميرفت تفضل. يا أستاذة ميرفت، صوتي واضح؟ نعم واضح إن شاء الله، ولكن إن رفعتيه قليلا يكون أحسن إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، هي دورة رائعة ما شاء الله، وجهد مبارك وإعداد رائع، جزاكم الله خيرا أساتذة كرام ومسؤولين على إعداد الدورة، بارك الله فيكم. في الحقيقة هذه الدورة تخبرني بعدة أمور، هي تعلمت منها أشياء كثيرة يصعب حصرها يعني، ولكن على سبيل المثال الحصر تخبرني يعني هذه الدورة بأن المجال حقا واسع، يعني بحر واسع لا ساحل له، أو يعني كلما أوغلنا فيه لا ينفد. حضرتم قبل أيضا دورة الكفاءة المهنية، كانت أول دورة تقريبا حضرتها، لكن هذه الدورة يعني تقريبا مختلفة تماما عنها، يعني الواحد يظن أنه قد علم بعض الأشياء، لكنه ممكن يكون قد وضع قدميه على بداية الطريق. فيعني هنا نعرف أننا من هنا نبدأ يعني، وحين ننطلق على بصيرة إن شاء الله. فلابد للمعلم يعني أن يبدأ التعليم هو على بصيرة ومعرفة جيدة وخبرة جيدة بالمجال،
حتى لا يكون هناك إصابات. أيضا تعلمت أن أهمية معرفة أهداف الطالب وأغراضه من تعلم العربية، هذا يساعد المعلم كثيرا في كيفية اختيار المنهج المناسب وطريقة تدريسه وكيف يعني يرتقي به إلى أي مستوى. تعلمت أيضا أن المعلم عليه عبء كثير يعني من إعداد وتيسير معلومة واستخدام وسائل وضرورة التواصل مع الطلاب، وأيضا ضرورة التطوير الذاتي والتعليم المستمر. يعني كما قال الشاعر يعني وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، يعني كلما تعلم الإنسان يتعلم أنه جاهل، يجهل الكثير والكثير فيحاول أن يتعلم. يعني حتى كلما كان المرء يتعلم فهو يعتبر على طريق نجاح أو على طريق أنه يصبح عالما، حتى إذا قال لقد تعلمت فقد جهل. فأيضا المعلم عليه أن يكون مثل مسافر الرحالة، يعني كلما حل ارتحل، كلما أنهى شيئا بدأ غيره لكي يطور من نفسه. فنرجو من الأساتذة الأفاضل يعني يعني نرجو منه المزيد من الدورات الطيبة ولا تحرمونا من خبراتكم. بارك الله فيكم. ما شاء الله يا أستاذة ميرفت، وفيكم بارك الله ما شاء الله. نعم أستاذ رمضان طبعا أنا سأترك لك التعليق. لا تفضل. ولكن صراحة يعني أستاذة ميرفت يعني أحسنت الكلام والنصيحة بارك الله فيها، ونشكرها شكرا جزيلا لأنها كانت فعلا من المشاركات والمصرات على المشاركة في كل المحاضرات ومن النشيطات جدا. شكرا جزيلا أستاذ ميرفت. آسف أستاذ رمضان، تفضل أستاذ رمضان. لا حقيقة فعلا أنا أيضا يعني ما شاء الله قوة إلا بالله. هي أولا أنا أشكرك على لغتك الراقية والتي فيها يعني تقريبا نسبة عالية جدا جدا من الدقة والصحة واختيار الألفاظ واختيار المفردات، فيعني هذا أمر يستحق الإشادة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، فقط أنت قلت حضرت دورة الكفاءة المهنية وحضرت هذه الدورة وهناك اختلافات. ما شاء الله لقد جهزت ما أردت قوله أولا. ما شاء الله أستاذة ميرفت يعني هي معلمة أستاذة رمضان. كشفت السر أستاذة ميرفت. الله المستعان. لا يبدو أنها معلمة متمكنة أصلا من لغتها، ما شاء الله اللغة راقية والمعلومات حاضرة. ما الاختلاف الذي وجدتيه أستاذة ميرفت، الاختلاف الجوهري الذي وجدتيه بين الكفاءة المهنية وهذا البرنامج؟ أولا المشاركة هنا يعني كانت بطريقة فعالة وواضحة جدا، يعني خاصة برامج حضراتكم يعني كانت المشاركة فعالة جدا، ونحن الأساتذة المتواضعين يعني نشارك برأينا سواء صواب أو خطأ، مع رحابة صدريكم يعني على استيعاب آرائنا وقولنا سواء خطأ أو صواب. أتعلم يعني كثرة المشاركة هذه كانت ملحوظة، يعني كانت بشكل ملحوظ. أيضا لاحظت أن تعتبر هذه الدورة تقريبا يعني تطبيق عملي لما أخذت من قبل، يعني أحسست التطبيق العملي كمحاضرة تطبيق عملي، ونحن أيضا قمنا بتطبيقات عملية. يعني أنا حاولت أن أقوم، يعني لا أقول أنني قمت بكل التكليفات، لكن حاولت أن أجهز فعلا. والإخوة الكرام ما شاء الله قاموا بتكليفات طيبة والعرض كان واضحا جدا، يعني كانت المشاركة طيبة ورائعة. يعني لا أدري هل هناك تشابه أم لا، هناك درس قواعد وهنا أيضاً درس قواعد، لكن المحتوى مختلف. أظن أن يعني أن الإنسان كلما أخذ من هذا العلم لن ينفد لكثرته ولتشعبه. أنا أيضاً أنا أصلاً في بداية المجال يعني لم أعلم به كمجال مختلف، يعني كمجال أصلاً يعني دخلت دفعت دفعاً لهذا المجال، وكنت في البداية أنا أصلاً درست اللغة الإنجليزية وكنت أترجم، لكني أحب العربية، كنت أترجم كل كلمة كل حرف باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية للطلاب الأجانب كان يفهمنها، لكن اكتشفت أن هذه المأساة. أنا دخلت ودفعت إلى هذا المجال دفعاً بدون أي خبرة ولا أي دراية، لا أعلم بوجود أصلاً مجال اسمه تعليم العربية للناطقين بغيره، لا أعلم. لكن دخلت إلى هذا المجال، أحد من إحدى الأخوات يعني سألت من أريد تدريس العربية لقسم اللغة الإنجليزية يعني تطوعا، وتكون تجيد الإنجليزية لتدريس الطلاب، فدفعت دفعا وكنت أترجم كل كلمة، لكن طبعا كان هذا مأساة اكتشفت فيما بعد. لكن سبحان الله كلما تبحر الإنسان أو اقتبس من هذا العلم وجد أنه بحر لا ساحل له. فجزاكم الله خيرا يعني على
يعني على إرشاد غير المبصر وإرشاد الضال وهداية المحتار. يعني جزاكم الله خير. أكرمك الله وأعزك. في الحقيقة يعني هذا الكلام له قيمته، وكل برنامج له خصائصه، ونحاول في النهاية أن نقدم ما تعلمناه في الحقيقة، وسنبقى حتى الوفاة نتعلم كل يوم، وهذا لا يقلل من شأن أحد، على العكس تماما. فكلما نتعلم أكثر، يعني هذا في الحقيقة، يعني كلنا نتعلم، حتى نتعلم من طلابنا. أنا أخبرتكم من قبل، نحن حتى اليوم نتعلم من طلابنا، فلا تخجل من التعلم ولا تقل أنا وصلت إلى درجة عالية. وطبعا يعني أستاذنا في هذا أستاذ طاهر، أستاذ طاهر طبعا هو لا يمكن أن نغفل كلامه في هذا الأمر، فننتظر منه تعليقه. الله يرضى عنك، جزاكم الله خير. عزكم الله أستاذنا. والله يا أستاذة مرفت يعني قالت كلاما ما شاء الله، جزاك الله خير أستاذة مرفت. يعني حقيقة أنا أفخر بكلامك، يعني وحقيق بنا أن نفخر به. الحمد لله أنكم يعني أشارت إلى شيء طيب، والتطبيق، موضوع التطبيق هذا مهم جدا، وهي شعرت بما قدمنا وقالت أنها طبقت أيضا، فهذا هو المطلوب. يعني التطبيق في الحقيقة هو صعب، في يعني أصعب من موضوع النظر. موضوع النظر ممكن واحد مثلا ينقل كثير من الكتب ويجمع معلومات من أماكن كثيرة ويقدمها، لكن تطبيق المهارات وتدريسها هذا في الحقيقة يعني أمر ليس بالهين، فلابد المعلم أن يلم بالمهارات الخاصة بتدريس أي مهارة كانت ويبدع فيها. الأستاذ المبدع هو يعني جزاه الله خير. أستاذ مرفت أشارت إلى شيء، دائما الإنسان يعني يشعر نفسه بالحاجة إلى تعلم شيء، وأن يعني يبحث عن ما يضيف إليه وإلى خبرته ومهارته في هذا المجال، لأنه فعلا مجال واسع، وعلى المعلم أن يبحث ويثبت قدمه بتعلم الجد فيه. جزاكم الله خيرا أستاذ مرفت. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. معذرة الأستاذ كريم. هذا فقط، لا أستاذ، أنا طرحت الأمر على العام لأمر مهم، أنه لابد فقط عندما نقارن بين البرامج أو نقارن بين الدورات التدريبية، نحن نقارن من يعني جهة علمية. في الحقيقة مسألة الكفاءة المهنية كانت هي البنية الأساسية التي عليها بنينا هذا البرنامج. لولا دورة الكفاءة المهنية لما استطعنا أن نقدم هذا البرنامج، فكانت دورة الكفاءة هي الأساس التي وضعت الأسس العلمية وفتحت الأبواب أمام الناس ليستقبلوا هذا البرنامج، وإلا ما كنا نستطيع أن نقدم هذا قبل ذلك. فكانت هي الأساس، وكانت هي فعلا اللبنة الأولى التي عليها قامت هذا البرنامج. وهنا كان البرنامج ظاهرا من اسمه كان البرنامج أو الدورة التطبيقية. فالأول كان البنية الأساسية، أخذنا الأمور التي يمكن أن نمشي في خلالها، ثم انتقلنا لمستوى أعلى ومستوى التطبيق الذي طبقناه في هذا البرنامج. فهذا البرنامج هو مكمل لدورة الكفاءة المهنية أستاذة مرفت، ولكن أحسن الله إليك يعني، ويعني أحسنت التوصيف في الحقيقة. ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. أنا بسرعة سأمشي بالترتيب، بترتيب البرنامج الزوم. عندي الآن أستاذة أميرة عادل. أستاذة أميرة، هل تودين المشاركة؟ سنكمل هذا البرنامج إن شاء الله أستاذة مرفت. فعلا هناك برامج أخرى هي تكملة لهذا البرنامج، نحن ما تطرقنا في هذا البرنامج إلى كل شيء. هناك برامج أصلا تعد برامج لمستوى أعلى، هذه سيعلن عنها قريبا إن شاء الله رب العالمين. طيب أستاذة أميرة عادل لا ترد الآن. أستاذة ديانة، مستعدة أستاذة ديانة للمشاركة؟
نعم تفضل أستاذ. جزاكم الله خيرا على كل ما تعلمنا، جزاكم الله خيرا، يعني كلام الشكر كله فعلا يعني عمره ما هيوفيكم حقكم بجد. ما شاء الله بارك الله فيك يا أستاذ ديانا على مشاعرك الطيبة. نعم تفضل أستاذ رمضان. لا طيب يعني هذا يعني هي فقط يعني كلامها لا يخرج من فمها في الحقيقة، يعني أنا أظن أن كلامها يخرج من قلبها يعني، وهذا واضح جدا من نبرة الصوت. نعم صح أستاذ رمضان وأتفق معك كل الاتفاق. هذه النبرة أستاذتنا نحن نستخدمها مع طلابنا. الطالب عندما يشعر أن المعلم فعلا يخرج علمه من قلبه هو يستشعره مباشرة، والطالب نعم. الذي يشعر أن المعلم قد جاء إلى الصف لأنه موظف فقط ويجب أن يؤدي الكلمتين التي سيأخذ الراتب عنهما أيضا يشعر بذلك. لذلك والله أحسنت أستاذ. نعم والله يعني هذه حقيقة. لذلك يعني هذه نصيحة أنا أنصح به نفسي أولا قبل غيري، أنه لا تجعل الطالب يشعر أنك موظف، فقط أنت صاحب رسالة، أنت تؤدي أمانة. فحاولوا أن يعني والله كم 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 جملة قالتها أستاذة ديانة، تقريبا قالت جملة أو جملتين، ولكن أظنها هي لامست قلوب الجميع. لماذا؟ لأن كلامها خرج من قلبها. الطالب أيضا هو يكون في نفس الموقف، يشعر أن المعلم الذي جاء إليه هو بكل جهده وبكل استعداده يريد أن يقدم له العلم، لا ينظر إلى كل دقيقة، ينظر إلى الساعة وينظر طيب أنا سأذهب وأشرب كوبا من الشاي، من فضلك سأذهب إلى الحمام، طيب 5 دقائق وأرجع، أنا سأستريح وأرد على الهاتف، أكتب ما على السبورة، هو يضيع الوقت. والطالب ليس غبيا، الطالب مر بتجارب كثيرة جدا، بتجارب كثيرة جدا ربما أكثر منا، زيد ربما تدرسون لطلاب فوق 70، فهم ما شاء الله خبراء في الحياة. لذلك لا نستخف بعقول طلابنا، وأقدم على مادتك العلمية وعلى طالبك، فعلا هذه هو العمل الباقي لك، أنت لا تدري ما الذي سينجيك، لا تدري أي حسنة ستقبل منك. نعم فعل عملك هذا سبحان الله، يعني لا تدري، فالله المستعان. شكرا جزيلا لك أستاذ ديانا، أكرمك الله. يعني أنا أعذروني يعني لأنني دائما أقاطع، ولكن والله هذا رغما عني بسبب ضيق الوقت، وأنا أود من الجميع المشاركة والله. يعني حتى الأستاذة ديانا عندما شاركت بجملة أو بجملتين، ولكن يعني هذا يكفي جدا والله. فيعني وحتى تعلمنا شيئا من الجملة أو من الجملتين، فأنا حريص جدا على المشاركة وعدم تضييع وقت الجميع، فيعني فأعذروني كلكم يعني إن كنت يعني أضيق عليكم. الآن وقت الأستاذة دينا حامد. أستاذة دينا مستعدة للمشاركة؟ نعم تفضل يا أستاذة دينا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حقا والله يعني أشكركم من كل قلبي على كل ما قدمتموه لنا، يعني تعلمت منكم الكثير والكثير، مثلا الانضباط والالتزام، سعة الصدر في تلقي الاستفسارات والأسئلة، أسلوب التوجيه كان جميلا جدا، لم أرى أحدا تعصب أو أظهر أنه تضايق منا، بالعكس كان هناك سعة صدر وترحيب بالأسئلة والاستفسارات، ودايما كنا نشعر أنكم ما شاء الله أصحاب رسالة، وحقا أديتموها حق التأدية. أشكركم وأتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه الدورة الأخيرة، وربنا يجعل هذا العلم في ميزان حسناتكم إن شاء الله ويزدكم علما. ما شاء الله أستاذ دينا بارك الله فيك أستاذ دينا، شكرا على هذا الكلام الطيب. أستاذ طاهر هل لك أي تعليق؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. طيب نعم هل هناك أي شيء أستاذ طاهر؟ لا أستاذ كريم بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا، شكرا، بارك الله فيكم. طيب حتى الرد، فأنا ألتمس من أستاذ رمضان وأستاذ طاهر الاقتضاب حتى في الرد. لا أنا أنا نسكت حتى نستمع الجميع إن شاء الله. أستاذة الآن دور الأستاذة هبة أحمد. أستاذة هبة مستعدة للمشاركة؟ الأستاذة هبة موجودة أم خرجت؟ الذي عليه الدور هو يفعل مغادرة يعني.
نعم أنا أخاف من هذا يا أستاذ رمضان. طيب الأستاذة هبة والأستاذة أميرة عادل إن شاء الله بعد ذلك سنترك لهم الفرصة. أستاذ ريم عامر، أستاذ ريم أين؟ أستاذ ريم عامر أو أستاذ ريم أمير، آسف يعني لا أعرف الاسم بالضبط لأنه مكتوب باللغة الإنجليزية. عامر. عامر تفضل يا أستاذ ريم. في البداية لي ثلاث تعليقات. الأول هو الشكر للجميع، الأساتذة المشرفون والسادة الزملاء. ثانيا هو اعتذار عن عدم المشاركة بشكل جيد وعدم تقديم هو تقصير إلى حد ما في التكليفات. والثالثة هي اقتراح، اقترح حقا دورة في اللغة العربية، فنحن بحاجة إلى هذا التعديل في أصواتنا، في مخارج أحرفنا، في ذلك. والثالث هو تقديم تغذية راجعة عن التكليفات التي قدمها جميع الزملاء كل على حدة. أنا حقا أستفيد كثيرا من الأخطاء التي أو التعليقات الإيجابية إذا كانت أما السلبية على التكليف، هذا حقا يعطيني أفكارا جديدة. هذا في عجالة، وحقا شكرا لكم. بارك الله فيك أستاذة. طبعا كل الاقتراحات مسجلة ويمكنكم أن ترجعوا أنتم أيضا إليها، ونحن بالفعل سنرجع إليها مرة أخرى وسنخرجها، وإن شاء الله نعمل عليها في المحاضرات أو التعاون القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ ريم، بارك الله فيك وشكرا جزيلا على المشاركة. والأستاذ رمضان والأستاذ طاهر، يعني طالما وأنا أيضا نبهنا كثيرا على موضوع المشاركات، لأن فعلا المشاركات تكون مفيدة جدا، ليست فقط للشخص الذي يقوم بالتكليف ولكن حتى للإخوة الآخرين المتدربين. أستاذ رمضان أو أستاذ طاهر، هل هناك أي تعليق؟ لا ما شاء الله يا أستاذ ريم، واضح أنها يعني ما شاء الله. هل أنت مهندسة يا أستاذ ريم؟ خرجت. لا ما تعملين أستاذ ريم؟ مدرسة، ممتاز ما شاء الله. ينبغي في الحقيقة، لماذا أنا سألت هذا السؤال؟ أنا أعرف أنها ليست مهندسة، ولكن غالبا المقاييس الهندسية تكون بالورقة والقلم والحسابات الدقيقة جدا جدا. أستاذة ريم هي دخلت، هي يعني يبدو أن عقلها مرتب، واحد اثنان ثلاثة، هي ستتكلم في هذه النقطة هذه النقطة هذه النقطة، هي أجملت تقريبا كل شيء في ثلاث نقاط محددة هي رتبتها قبل أن تتكلم، وهذا ما يجب أن يكون عليه فعلا عقل المعلم. لا أدخل وأقول طيب على بركة الله اليوم أنا سأبدأ، ولكن كيف سأبدأ، يعني أنا سأدخل ويعني الله سيفتح علي، لا. وهذه هي فائدة أنك ترتب عقلك وترتب درسك قبل أن تبدأ مع الطالب كما فعلت أستاذة ريم، هي مرتبة، عقلها مرتب. كيف شعرت أن عقلها مرتب؟ من ترتيب خطواتها، قالت سأتكلم واحد اثنان ثلاثة، انتهى الأمر، أجملت في أمور مختصرة، وهذا ما أشعرني بأن لديها عقلا مرتبا. ويجب أن يشعر الطالب هذا الشعور منك عندما تدخل عليه، وعندما تقدم شيئا لابد أن يشعر أنك قد جهزت في البيت وقد رتبت خطواتك وقد رتبت عقلك. فشكرا لك أستاذ ريم على هذا العرض الرائع النموذجي لما يجب عليه أن يكون المعلم حتى داخل الصف مع طلابي. شكرا جزيلا يا أستاذ رمضان. ظننتك ستتغير كما تغير الكثيرون عندما تذهب إلى تركيا، ولكن أنت هو كما هو يا أستاذ رمضان، يعني كما عرفتك يعني والله بدماثة خلقك وحسن كلامك وطيب كلامك كما أنت لم تتغير. نسأل الله أن يديم عليك. شكرا جزيلا أستاذ رمضان، وشكرا بارك الله فيك أستاذ ريم على المشاركة. أستاذة شهيرة مستعدة؟ هل أستاذة شهيرة أم ابنة أستاذة شهيرة التي شاركت؟ نحن نريد أن نسمع صوتها. أستاذة شهيرة نحن نريد أن نسمع صوت ابنتك التي قرأت في البرنامج. ولكن أولا أستاذة شهيرة. السلام عليكم ورحمة الله، يعني جزاكم الله خيرا، والله لا نجد الكلمات التي تعبر يعني عن مدى استفادتنا ومدى سعادتنا بالتحقنا بهذا يعني بهذه الدورة المباركة. ابنتي نامت.
تأخر عليها هي المرة اللي بلغيها سلامنا يعني. إن شاء الله. لا جزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيك أستاذ شهير. شكرا جزيلا، بارك الله فيك ومشكورة على المداخلة. الآن دور الأستاذة دعاء أحمد. أستاذة دعاء مستعدة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حقيقة يعني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. كل فرد في 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 هذا الطرح إن شاء الله يعني تعلمنا منه شيئا، إذا كان مدربين أو مشرفين أو منسقين، بحسن خلقكم والله وتعاملكم الطيب تعلمنا من كل شيء، ومن طريقتكم فعلا يعني ما فيش كلمات تعبر عن مدى سعادتنا وحزننا أيضا أنها انتهت. صلي على محمد. أي السلام. وأعتذر على وأعتذر جدا على تقصيري في التكليفات. أنا أول يوم اليوم أعمل تكليف لهذه الدورة، فأعذروني كان عندي ضغوطات كتير وكنت داخلة في كذا كذا دورة، فخلتني صراحة مش مظبوطة، فما عملتش تكليفات، ولكن هو هذا التكليف الأول لي والأخير. اللهم بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ دعاء، ويسر الله لنا ولك. اللهم أمين، ولكن جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وفعلا فعلا تعلمنا من كل شيء منكم، تعلمنا منه شيئا. الأسلوب أستاذ رمضان ربنا يبارك فيه وابتساماته الدائمة ما شاء الله، فعلا حاجة رائعة تعلمنا منه، وتعلمنا من أستاذ كريم والأستاذ داليا والأستاذ جهاد ربنا يبارك فيها يا رب، لا تتأخر أبدا على المساعدة والنصح والإرشاد. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك أستاذة دعاء. الآن عندنا دعاء أخرى، أستاذة دعاء محمد مستعدة للمداخلة. أستاذة دعاء أستاذة دعاء محمد هل أنت مستعدة للمداخلة؟ طيب أستاذة دعاء محمد ليست مستعدة. أستاذ محمد إسماعيل، أستاذ محمد تفضل. أستاذ محمد ألو، أستاذة دعاء محمد تقول عندها مشكلة في المايك. طيب أستاذتنا الغالية يمكنك أن تكتبي إن شاء الله. أستاذة أميرة عادل كتبت أعتذر للتأخير في الرد، جزاكم الله خيرا كثيرا، صراحة لا أجد كلاما أفضل مما قيل، استفدت كثيرا من هذه الدورة ووقفت على كثير من نقاط الضعف عندي وعرفت كيف أقويها. هذا كان تعليق الأستاذة أميرة عادل. أنا صوتي، شكرا جزيلا. أستاذ محمد إسماعيل مستعد أم لا؟ يبدو أن الأستاذ محمد إسماعيل أيضا غير مستعد. آخر أستاذ محمد، الدكتور محمد زين. دكتور لا يظهر عندي أن عندك مايك، هل مستعد يا دكتور؟ الصوت عندي انقطع فجأة، هل تسمعونني؟ نعم أنا أسمعك. نعم، إذن لا توجد مشكلة، يعني مرة واحدة خيم الصوت على المجموعة فظننت أن هناك مشكلة عندي في الصوت. نعم مسموع. طيب دكتور محمد زين أيضا يعني أظنه لا يستطيع المداخلة الآن. الآن كل الناس الحمد لله شاركوا. الآن دخلت أستاذة ريحانة الزهور، لا أعرف من هي ولكنها دخلت حديثا. أستاذة ريحانة الزهور تودينا للمشاركة. طيب أيضا يبدو أنها لا تود المشاركة. طيب الآن انتهت كل المشاركات، هل هناك أي تعليق أخير من قبل المتدربين والمتدربات؟ أنا استفدت جدا ولا أجد ما أقول لكم، جميعا كلكم رائعون، الدورة كانت جميلة جدا، اللهم بارك، جزاكم الله خيرا جميعا، هذا قول الأستاذ دعاء محمد. طيب الآن يا أستاذ
رمضان واستاذ طاهر. انا في الحقيقه في البدايه يعني نسيت ان اشكر طبعا الاستاذه جهاد والجندي المجهود الاستاذه اسراء التي تقف خلف حساب عربي والقريب، فانا اشكرهما شكرا جزيلا، بارك الله فيهما، وانا ادعوهما ايضا للمشاركه الصوتيه يعني ان كان عندهما متسع من الوقت، او استاذه جهاد واستاذه اسراء، هل تودان للمشاركه؟ طيب لا يوجد رد ايضا من الاستاذة جهاد ومن الاستاذة اسراء نمر. ف طبعا الاستاذة اسراء كتبت جزاكم الله خيرا، والاستاذ جهاد بارك الله فيك، جزانا واياكم وجعلنا في ميزان حسنات كل من شارك معنا، اشكر الاستاذ رمضان والاستاذ كريم والاستاذ جهاد. طيب الاستاذة داليا الان بعد اذنك استاذ رمضان واستاذ طاهر. الاستاذة طبعاً داليا تنوه عن شيء، ولكن معذرة الأستاذ داليا قبل الأستاذ داليا، أستاذ رمضان وأستاذ طاهر تفضل، يعني الميكروفون معكم الآن، وبعد ذلك إن شاء الله الأستاذة داليا ستنبه عن شيء مهم جدا. أنا افتتحت ويكون مسك الختام مع أستاذي الأكبر والأستاذ طاهر. طبعا والله يعني أنا سعدت بلقاء إخواني وأخواتي في هذه الدورة المباركة، أرجو أن يكونوا جميعا أفادوا منها، وإن شاء الله يحسنوا التطبيق ما تعلموه فيها إن شاء الله، وإلى مزيد من الدورات المقبلة وإلى مزيد من اللقاءات إن شاء الله المقبلة، نسعد بذلك إن شاء الله معهم بإذن الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك أستاذنا الغالي أستاذ طاهر، أفدنا كثيرا منك وتعلمنا الكثير، جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم. أستاذ رمضان أكرمكم الله. فقط يعني أنا في الحقيقة لا أريد أن أودعكم، يعني هذا أمر صعب، فقط كما قلنا هذه البدايات نسير كما تعودنا أن هذه هي الخطوة الأولى ونبني عليها. كذلك الأمر الذي أريد أن أنبه عليه هو في البداية نحن قلنا ما يميز هذه المجموعة أنه مسألة خدمة ما بعد البيع، نحن نقدم خدمة ما بعد البيع. هذه الخدمة أنه فعلا إن شاء الله رب العالمين نبقى على تواصل، وأي استفسارات أي تساؤلات أي أمر فيه يحتاج إلى نصيحة يحتاج إلى جواب نحن سنكون متواجدين إن شاء الله ربعين معكم كما قلنا لكم من البداية. فالأمر الذي بيننا ليس أمر مسألة أنه برنامج تدريبي وانتهى، فالبرنامج التدريبي هو البداية وليست النهاية. فقط أشكركم شكرا جزيلا يعني، وأتمنى أن أراكم قريبا جدا جدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سأسمع باقي التعليقات إن شاء الله رب العالمين. تفضل أستاذ كريم. بارك الله فيكم أستاذ رمضان، وجزاكم الله خيرا، ولا حرمنا منك أبدا أستاذ رمضان. عزكم الله. الآن أترك الميكروفون للأستاذة داليا فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ نعم واضح. استخدم الهاتف في اللقاءات، دائما احاول ان استخدم الحاسوب وهكذا. انا سعيده جدا بهذه، سعدت كثيرا بصحبتكم في هذه الدوره، وكان لي الشرف بالتواجد مع الاستاذ رمضان والاستاذ طاهر والاستاذ كريم واسراء وجهاد وزملائي الكرام جميعا. اعتذر عن عدم تواجدي بعد العيد، كما تعلمون إجازتي السنوية ذهبت في إجازتي السنوية ذهبت إلى مصر، وظروف الإنترنت وهذه الأمور والحاسوب يعني بسبب قلقي أن لا أصل إلى المستوى المناسب لجأت إلى زميلي وشريكي ورفيقي الصالح الأستاذ كريم عدلي. دائما أقرأ اسمك غلط، خطأ صحيح يا أستاذ كريم؟ يعني طيب اليوم إن شاء الله طبعا برنامجنا لم ينتهي، وهذا ما أود التنويه إليه،
بالإضافة إلى أنه سيكون هناك كما اتفقت مع الأستاذ رمضان والأستاذ الكريم طاهر والأستاذ الكريم حمدي الصغير، طبعا بسبب ظروف طرأت للأستاذ حمدي اعتذر عن البرنامج، ولكن ما زلنا معا الحمد لله، وسيقوم الزملاء الكرام بإعداد اختبار نهائي، وهذا إن شاء الله سنرسله إليكم يوم السبت القادم. ولهذا نود من جميع المتدربين مراجعة كل المحاضرات والاستماع إلى التسجيلات الصوتية واللقاءات الماضية من أجل الوصول إلى مرحلة الكفاية قبل الامتحان. بالإضافة إلى هذه إن شاء الله أحتاجها منكم يوم السبت بإذن الله، يعني إن شاء الله سيتم عرض الاختبار يوم السبت بإذن الله. الأمر الثاني وهو الأهم وهو الجديد في برنامجنا، كان هناك اقتراحان أن يكون بعد كل محاضرة أن يقدم المدرس أو المتدرب، دقيقة واحدة أنبه على من في البيت أنني مشغولة. أنه أن يكون بعد كل لقاء مثلا في مهارة القراءة يأتي المتدرب ويقدم درس قراءة لطالب أجنبي، أن يكون كذا. فوجدنا أن هذا فيه صعوبة عليكم وأنتم ما زلتم في مرحلة التطبيق العملي تحت إشراف المدربين الكرام. لهذا أنا فضلت ورجحت أن يكون برنامج التدريب العملي، وهو أن يتم لقاؤكم بشكل مباشر مع طلاب أجانب أونلاين، لأنه لن نستطيع أن نوفر لكم طلاباً للتعليم المباشر، كما تعلمون دورتنا أونلاين، ولهذا فضلنا أن يكون البرنامج التدريب العملي أونلاين أيضاً. وعليه بإذن الله بعد أن ينتهي الاختبار الكتابي أو الاختبار النهائي سنقدم لكم فرصة التدريب العملي مع مجموعة من الطلاب. المستويات المتوفرة لدينا بإذن الله المستوى التمهيدي وهو المستوى الأول، والمستوى التمهيدي 2 وهو المستوى الثاني، والمستوى المبتدئ الأول بإذن الله. طيب أنا ماذا سأفعل بالضبط يا أستاذ رمضان وأستاذ طارق؟ أستاذ طاهر أسفة، سأقدم استبيانا للمتدربين بإذن الله في خلال هذا الأسبوع بالاسم والتعريف خاص يعني عن المهارة التي ليست مهارة، لأن كل متدرب يا أستاذ رمضان وأستاذ طاهر سيقدم وحدة كاملة من كتاب العربية بين يدي. أنا عندما أدرب يعني أنا صحيح أريد أن أدرب المتدرب على كيفية التقاء الطالب، ولكن لا أريد أن أكتفي بلقاء واحد مع الطالب، فأحياناً المعلم في اللقاء الأول يخطئ بسبب التوتر، بسبب أول مرة يرى طالب أجنبي، بسبب كذا، عدة ظروف قد تجعل اللقاء الأول بين المتدرب والطالب سيء. فلهذا وهذا أرجو منكم يعني رأيكم في هذا، على المعلم أن يقدم أو المتدرب أن يقدم وحدة كاملة من العربية بين يديه، فيها سيقدم مهارة القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة بجميع، ويرى نفسه كمعلم كيف قدم وما وأي مهارة هو قوي فيها وأي مهارة يحتاج إلى تعديل. بالإضافة إلى في مثلا هو سيأخذ هذه الوحدة، أنا يعني سأحدد فترة زمنية لكم أيها المتدربون حتى ننتهي منها بشكل جيد. الوحدة مثلا سنأخذها في مرتين أو 3 لقاءات، 3 ساعات بالضبط، كل ساعة 50 دقيقة. هل هذا مناسب للوحدة العربية بين يديك يا أستاذ رمضان؟ نعم مناسب. تمام. في كل ساعة ستكون الساعة 50 دقيقة. مثلا سنفترض أن معنا الأستاذة إسراء، مثلا ستقدم الوحدة الأولى 3 لقاءات، الأستاذ أحمد حلبي سيقدم الوحدة الثانية، الأستاذة أميرة عادل ستقدم الوحدة الثالثة، وهكذا حتى يستفيد الطالب. وأستطيع مثلا في نهاية هذه يعني في هذه نهاية هذه اللقاءات على الأقل أكون انتهيت معه من نصف مستوى، يعني انتهيت من الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في هذا المستوى. الطالب استفاد
دروسا مجانية وحصل مادة علمية تعادل نصف مستوى، المعلم نفسه وجد فرصة أن يدرس 3 لقاءات وكل المهارات التي قمنا بتدريسه إياها في هذه الدورة، وهو الطالب استفاد مجانا، ونحن كطلاب مدرسين أو متدربين استفادوا من خلال هذه التجربة. بالإضافة إلى طبعا أنا لا أستطيع أن لأنني لا أستطيع أن أقول للطالب أيها الطالب اقبل هذا المدرس لأنني سأعطيك درسا مجانيا، هذا طبعا فيه نوع من أنواع الاستغلال قليلا أو يعني ما فضلته هكذا. فأيضا بالإضافة إلى أنني سأجعله يرى هذا، سأجعل المتدرب يدرس درسا للطالب، سأكلف المتدرب قبل أن يقدم وحدته أن يجهزها إلي كاملة ويرسلها إلي كداليا عبد الجواد حسن أو إسراء، يعني أنا أفضل داليا عبد الجواد حسن في هذه اللقاءات حتى أستطيع أن يعني التي هي arib4arabic.com آسفة arib4arabic@gmail.com من أجل أن أستطيع أن أعرف من فعل ومن لم يفعل، من أرسل ومن لم يرسل. وعندما أراجع له هذا التحضير سأرسله له مع التعديلات، وسأتواجد معه كدليا عبد الجواد أو أستاذ رمضان، ويكون يعني فرصة طيبة أن يتواجد الأستاذ رمضان أو الأستاذ طاهر أو الأستاذ كريم العدلي أو أستاذ جهاد أو الأستاذ عبد العزيز في هذه اللقاءات التدريبية، في هذه اللقاءات من أجل المساندة. يعني أنا كداليا إذا تواجدت مثلا مع الأستاذ أحمد حلبي في اللقاء لن أتكلم، ولكن إذا كانت هناك أي ملاحظة سأنبه عليها، إذا كانت هناك فرصة أن يعني أن إذا وجدت أن المدرس حار في الأمر أو وجد نفسه في مفترق طرق أو وقعت منه شيء أنجده بشكل غير مباشر ولا يرى أمام الطالب. أيضا على المعلم أو المتدرب أن يسجل هذه اللقاءات حتى تكون له ذكرى جميلة، بالطبع هذه ستكون ذكرى رائعة له، بالإضافة إلى أنني كمشرف أو كمدرب أحتاج أن أقيم هذا الدرس الذي قدمه المتدرب. وإن شاء الله في نهاية هذه اللقاءات التدريبية أو هذه المحاضرات التدريب العملي سنعطي شهادة بعدد الساعات شهادة بهذا أن هذا الطالب أو هذا المتدرب قد اجتاز التدريب العملي في يوم كذا بعدد ساعات كذا، انتهى من هذه الدورة وبعد أن قام بالتطبيق العملي قام بتدريب عملي مباشر مع الطالب كذا أو مع طالب في المستوى كذا. هذا ما أفكر فيه في التربية في التدريب العملي. فما رأيكم أستاذ رمضان وما رأيكم أستاذ طاهر وزملاء الكرام أيضا؟ طب أنا بالنسبة لي هذه فرصة طيبة، أنه يعني هذه بشرة في الحقيقة للمتدربين أنهم قدموا الجانب العملي أمام زملائهم. الآن نحن سننزل إلى الميدان، خلاص نحن أخذنا الأرضية وبنينا عليها وأخذنا الجانب العملي مع زملائنا، الآن يجب أن نطبق هذا على أرض الواقع فعلا. وهذه فرصة أستاذ أحمد حلبي مثلا، أنه الآن نحن نحضر الطالب الأعجمي إليك، إذن دورك أن تجهز وأن تعد، لا ترتبط بالكتاب كما هو، سأمشي مع الكتاب سأمشي هو مع سيجهز الدرس. نعم نريد الإبداعات، نريد الإبداعات التي رأيناها في عروضكم، إبداعات الباوربوينت وإبداعات التقديمات والأنشطة والرسومات والصور الخارجية هذه الأمور التي تحرك الطلاب. جيد، فإبداعاتكم ستظهر إن شاء الله ربعين في هذا، ونحن ننتظر هذا بالفعل. يعني فأنتم كما قلنا مجموعة مميزة، ونحتاج فعلا تقديم منتج مميز لهؤلاء الطلاب إن شاء الله رب العالمين. نعم سأحدد لكل معلم. سأل الأستاذ حاتم هل ستحددون لكل واحد وحدة أم هو يختار؟ لا، سأحدد له يا أستاذ رمضان وأستاذ يا زملائي الكرام، لأن الطالب لأنكم لا تعلمون ما الذي درسه الطالب بسبب الأونلاين،
بسبب أنه ليس هناك لا أستطيع أن أقسم عليكم الوحدات الآن. سأحدد من خلال يعني من خلال الاستبيان سأرسل استبيانا فيه من يريد أن يشارك في هذا التدريب العملي، وبعدها سأجهز جدولا وسأصنف يعني سأرى مثلا إذا كان أمامي 10 متدربين يودون المشاركة فأنا هكذا معناه أنني أمامي 10 وحدات، هذا معناه مستويان تمام، وأقسم على هذا الأساس. نعم تفضل أستاذ. يعني إخواني وأخواتي على التقديم لأن بعضهم ربما يرهبه اللقاء أو يخاف من الأخطاء أو مثل هذه الأشياء، ولكن في الحقيقة هذا فرصة جيدة لهم أن يخطئوا ويتعلموا. يعني أقول لهم لا تخافوا، هذا يعني فعلا اللقاء الذي ستتعلم منه الكثير يعني إن شاء الله. وأيضا بأمر الله يعني طبعا من ضمن الأمور المهمة جدا أنني كنت أود أن أعرف أي أوقات تناسب المتدربين، هل هي صباحا أم مساء، كل هذا سيتم إرفاقه بالاستمارة بإذن الله أو بالاستبيان. طيب إذن مسألة تنسيق يا أستاذة داليا، مسألة تنسيق الوحدات والطلاب وترتيب معهم، هذا سيكون لاحقا إن شاء الله. يعني أنت عرضت فكرة وفي الحقيقة أنا لا أرى فكرة ولكن أرى هدية يعني حقيقة لكل الإخوة والأخوات، هدية وفرصة ذهبية. يعني أنا يعني لا أفضل أن تقترحي عليهم من يشارك ومن لا يشارك، ولكن أنا أرى أن الإجبار هنا أفضل. يعني هذه فرصة ذهبية ولا نريد أن يضيعها أحد أبدا. إن شاء الله مسألة الترتيب والتنسيق بشكل أو بآخر سنرتبها إن شاء الله، ولكن يعني في الحقيقة كما قال الأستاذ طاهر والأستاذ رمضان، في الحقيقة نحن نشجع الجميع على المشاركة، فهذا فعلا هو ما يثبت هل فعلا تعلمت شيئا جديدا وستبدأ في تطبيقه، أم أنك تحتاج وقتا إضافيا وأن تتعلم أكثر إن شاء الله. بإذن الله هذا البرنامج إن شاء الله سيبدأ بعد الاختبارات بإذن الله، تكون كل البرامج انتهت واستطعتم أن تتفرغوا وتجهزوا درسكم بشكل طيب. هل لديكم أي اقتراح آخر أو أي تعديل على هذه الفكرة؟ فكرة صباحا أم مساء يعني أرجحه مساء، رغم أن أستاذة جهاد ترجحه صباحا، لهذا يعني الآن نحن لهذا يوجد الاستبيان يا أستاذ دالي. نعم على هذا الأساس سنحدد الوحدات بإذن الله والمستوى المناسب. نعم أستاذتي نعم. جميل. طيب الآن أود من الأستاذة جهاد المشاركة الصوتية لأنها أيضا التعليق والتحية لنا جميعا. هيا أستاذة جهاد. ما شاء الله صباحيه مسائيه ما شاء الله. يعني الاستاذه جهاد السلام ورحمه الله. استاذه جهاد استجبت لطلب الاستاذه داليا وانا عندما طلبت لم تستجب. يا سبحان الله. مرحبا بكم جميعا، سعدت بلقائكم كثيرا واستفدت كثيرا من استاذ رمضان واستاذ طاهر واستاذه داليا كثيرا. الإرشادات والوصفات ما شاء الله. إن شاء الله نكون في تعاون دائما بين مؤسسة أريب وأكاديمية هل إن شاء الله. بالنسبة للمتدربين كانوا مطيعين جدا ومساعدين لنا ولزملائهم أكثر، ربنا يجعله في ميدان حسنات كل من شارك إن شاء الله. إذا هناك أي استفسارات بالنسبة للطلاب بالنسبة لكل شيء إن شاء الله سنجيب على كل شيء بالنسبة للجنسيات، وكما قالت أستاذة داليا صباحا أم مساء. تمام. ربنا يبارك فيك يا أستاذة جهاد، وأنا سعيدة بهذا التعاون، وكما قلت لكم الدورة لم تنتهي بعد، إن شاء الله الأستاذ رمضان سينتهي من الأسئلة اليوم وسيقول لي ما شاء الله أنا أريد أن أنام يعني. والأستاذ طاهر سيقول لي
أستاذة رجاء اعطيني عطلة. لا هي أستاذ طاهر إلى الامتحان. أنت قلتيها إيه؟ لا أنا أريد الامتحان بإذن الله في أقرب وقت. والأستاذ عبد العزيز دائما مختف، هو الجندي المجهول كما نقول عنه، يعطينا كذا ويذهب. أمس قابلته وكنت سعيدة جدا بلقائه، يعني وقت طويل لم أره. ويرسل السلام إليكم جميعا، وهو أيضا الحمد لله يود المشاركة بإذن الله في البرنامج التدريب. إذن لا أريد أن أطيل عليكم لأن أكيد وراءكم أمورا أخرى. سعيدة بوجودكم معنا، بإذن الله الاختبار سيكون الأسبوع القادم، نرجو المراجعة وسماع التسجيلات الصوتية. الأستاذة جهاد اليوم إن شاء الله سترسل مرة أخرى روابط التسجيلات الصوتية كاملة إليكم. نرجو لمن لديه أي استفسار أو أي تساؤل مع على مجموعة الواتساب أو التليجرام، وسننقلها إلى المدربين مباشرة، أنا والأستاذة إسراء والأستاذ كريم العدلي والأستاذة جهاد أيضا، كلنا معا بإذن الله في هذا الأمر. ومن استفسارات الخاصة بالتدريب العملي انتظروا فقط الاستبيان، وبعد انتهاء الامتحان اسألوا كما تشاءون فيما يخص التدريب العملي. كلمة أخيرة يا أستاذة داليا. تفضل يا فندم. أنت كلمة أخيرة. نحن أطلنا كثيرا على السادة المتدربين والمتدربات، فمعذرة، تفضلي كلمة أخيرة لك، بعدك أستاذ طاهر، وأخيرا أستاذ رمضان، ونختم اللقاء إن شاء الله. أنا انتهيت الحمد لله. وأستاذ جهاد يريدون التسجيل MP4 من فضلك، هذا ما سأخبره فقط، انتهيت. جزاكم الله خيرا. التسجيلات فقط تمام. بالنسبة فقط التسجيلات ستكون على الموقع، هذا سيكون متاح لديكم في أي وقت، ممكن تدخلون ستجدونها إن شاء الله. ولكن بالنسبة للتحميل ونرسلها مرة أخرى كلغة MP4 فهذا سيكون صعب قليلا، لأن حجم الفيديوهات كما نرى كبيرة أحيانا. تمام، إن شاء الله يكون خير إن شاء أستاذة أسماء. بارك الله فيك أستاذة. نعم، بارك الله فيك أستاذة جهاد، وشكرا جزيلا أستاذة داليا حسن. وأنا اسمي كريم عدلي، لست قريبا لحبيب العدلي بدون الألف ولا نعم، لست كريما عدلي. شكرا جزيلا أستاذة داليا، وآسف جدا على المقاطعة، ولكن يعني في الحقيقة يعني كان من المفترض أن ننتهي قبل نصف الساعة تقريبا، ولكن طال اللقاء، فنأسف للجميع على هذا. أستاذ طاهر كلمة أخيرة، وأستاذ رمضان كلمة أخيرة. جزاكم الله خيرا، بركتم جميعا، وجعل الله كل وقت قضيتموه معنا في ميزان حسناتكم، وأفدتم به وتعلمنا منكم الكثير كذلك، جزاكم الله خيرا جميعا، شكرا لكم. بارك الله فيك أستاذ طاهر. أستاذ رمضان. شكرا جزيلا لكل القائمين على هذا البرنامج، وعلى المؤسستين الراقيتين، مؤسسة أريب وأكاديمية هل، وعلى الأفاضل الذين كانوا ينسقون البرنامج، وعلى الإخوة المدربين والمتدربين، وإن شاء الله نلقاكم قريبا على خير إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أوقاتكم وأعماركم وأولادكم، وأن يجعلكم من النافعين بإذن الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم، وإلى لقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.